أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة هنبتدي السكيليتال ماسل لكتشر 1، وكعادتنا هنبتدي بالمالتيبل تشويس على آخر محاضرة، وهي محاضرة النيرف. كنا فرغنا من النيرف المرة اللي فاتت، فدي الأسئلة على المحاضرة الثالثة في النيرف. وقلنا ان احنا هنناقش الأسئلة، مش مجرد هنقول الإجابات، واتمنى ولا داعي لان ازيد واعيد ان انتوا تكونوا بتحلوا الأسئلة. فاول سؤال: regarding the absolute refractory period all are correct except it coincides with the ascending limb of the spike potential. صح. لو قال لي only تبقى غلط. هل هي coincides مع الاسندنج؟ احنا عارفين الاسندنج والفيرست بارت اوف ذا ديسندنج، بس coincides with the ascending. امتى تبقى غلط؟ لو قال لي coincides only with the ascending limb، لكن لو ما قالش only. الاكسيتابيليتي اوف نيرف تبقى زيرو، طبعا اجابه صحيحه. It begins with activation of all voltage gated sodium channels، اجابه صحيحه طبعا لانها بتبتدي مع الفايرنج ليفل. وبعدين stronger stimulus is needed to excite، دي الاجابه الخطا وبالتالي تختارها اللي هي دي. طيب بعد كده عندنا regarding الكات الكتروتونس، بالنسبه للكات الكتروتونس the nerve is slightly active. لا، النيرف is completely passive، اللي بيحط شحنات سالبه قلنا هو الباتري. The nerve excitability is increased. بتزيد طبعا، انها state of depolarization بتقربني من firing level. يبقى الاجابه الصحيحه هنا B for baby. It occurs with threshold galvanic current. الغلط هنا هي sub threshold. galvanic صح بس sub threshold، فدي تبقى غلط. It is a state of hyperpolarization. لا، هي state of depolarization. طيب regarding the local excitatory state، بالنسبة لل local excitatory state هل it can be submitted؟ صح. it can be graded؟ صح. it does not obey all or none law؟ صح. يبقى all of the above are correct، دي الإجابة اللي حضرتك هتختارها. تقل السؤال الرابع: excitability of nerve is increased during all except. ايه الحاجه اللي ما بتزودش الاكسيتابيلتي؟ الان الكتروتونس، دي الاجابه اللي ما بتزودش الاكسيتابيلتي وبالتالي تختارها A for الفا، لانه في الان الكتروتونس بتبقى دي state of hyperpolarization، فالاكسيتابيلتي ما بتزيدش. طيب بينما بتزيد في اللوكال اكسيتاتوري state، بتزيد بالديكريز ايونايز كالسيوم. قلنا اهم اين بيتحكم في الاكسيتابيلتي هو الكالسيوم وعلاقه معكوسه، يعني لما الايونايز كالسيوم يقل الصوديوم يدخل يزود الاكسيتابيلتي. الايونايز كالسيوم يزيد بيمنع دخول الصوديوم من خلال الفولتج جيتد صوديوم شانل، فبيمنع الاكسيتابيلتي. اهم اين بيتحكم في الاكسيتابيلتي اوعى تنسى هو الايونايز كالسيوم والعلاقه معكوسه. increased potassium in extracellular fluid، ما هو ده كان العلاج بتاع الفاميليا البيوريك بارالس، كان نقص البوتاسيوم بنقص الاكسيتابيلتي، فبنديله اي في بوتاسيوم عشان نزود البوتاسيوم في الاكسترسيلر فلويد عشان نزود الاكسيتابيلتي. يبقى الاجابه هنا الخطا وهي اللي تختارها اللي هي الان الكتروتونس. regarding the unmyelinated nerve fibers، السؤال الخامس: الاكشن بوتنشال از بروباجيتد باي سيل تاتري، ده في المايلينيتد، يبقى دي غلط. They do not have Schwann cells، غلط. They have Schwann cells بس inactive، ما بتلفش، ما بتحطش مالين شيز. They consume more energy than the myelinated nerve fibers، دي الإجابة الصحيحة. صح، هما بي consume more energy لأن بيتلخبط كل النيرف، فعشان أصحح الأيونات في كل النيرف بحتاج طاقة أكتر. في myelinated لخبطة بتبقى restricted للنودز اوف رانفير، فبحتاج صوديوم بوتاسيوم بامب فقط في النودز اوف رانفير، فبحتاج في المايلينيتد ليس انرجي. هنا بدي كونسيوم مور انرجي. They are more sensitive to hypoxia than the B nerve fibers. لا، هما more sensitive to cocaine
مش للحكاية دي. وعليه تبقى الإجابات على النحو الآتي يا شباب. هتبقى عندي السؤال الأول إجابة D for daddy، الثاني B for baby، الثالث D for daddy، الرابع A for alpha، والخامس C for cat. طيب نتوكل على نبتدئ المسلز. وكعادتنا هنبتدئ بالفقرة المعلومات العامة. هنبتدي سكيلتال مسل، فإتس نايس نقول لك شوية معلومات عامة لطاف تعرفهم كويسين قوي. من هي اللارجست سكيليتال ماسل ان ذا بودي؟ يلا حاجات حتى عاوزكم تتبروا فيها، معلومات لطيفه بدل ما نعمل معلومات عامه متعلقه بالطب. اللارجست سكيليتال ماسل هي الجلوتيوس ماكسيموس، موجوده في الباتوك. طب مين اللونجست؟ تاني سؤال، فكر مين اطول عضله في الجسم؟ السارتوريس في اللور ليمز. طب مين اقوى عضله؟ الماسيتر اللي هي بتاعت الشوينج المضغ، دي اقوى عضله. طب مين the only skeletal muscle؟ السؤال الرابع، which is essential for life. الإجابة الدافرام، عضلة إرادية هو ممكن أشغلها وممكن أوقفها. دي the only skeletal muscle which is essential for life. يبقى تاني the largest gluteus maximus، the longest the sartorius، أقوى عضلة هي بتاعت chewing اللي هي المسيتر، وأهم عضلة the only muscle which is essential for life اللي هي الديافرام. يبقى دي فقرة معلومات عامة لطيفة يعني انك تبقى عارف. برضو عاوز تبقوا مع الزملاء بتوع الاناتومي تسألوهم على معاني الكلمات، يعني كل الحاجات كلها اصلها لاتين الناس الجريك. فالجلوتياس فمعناها البطق اللي هي المنطقة دي الارداف. سارتورياس جاية في الكلمة سارتس اللي هو التيلور الخياط، لان الخياط عشان وهو بيشتغل بكروس ليجز بيشتغل العضله دي، فسارتوس معناها التيلور خياط. اما الماسيتر معناها تشوينج بعضله المضغ، ودي اقوى عضله. اما كلمه ديافرام فهي من شقين، ففراما معناها فنس يعني سور، وده يعني سور بيفصل لانه بتفصل بين الصدر وبين البطن، ده معنى الديافرام. I hope يا أولاد أنكم في الأناتومي في البايو في الهيستولوجي في كل المواد مفروض الزملاء الأفاضل يقولوا لنا الترمينولوجي، وحتى إذا ما قالكوش أنتوا عليكم مسؤولية اسألوهم في كل حاجة، وما فيش حاجة يقولوها لكم دون تفسير. مش مفروض المحاضرة عبارة عن قراية، أنتوا بتعرفوا تقروا كويس قوي والإنجليش بتاعكم معقول جدا. طيب دي كانت فقرة المعلومات العامة. في حتة تاني برضو أحب أقولها لكم في المعلومات العامة لطيفة تقولها، أنه مين هو اللي هو يعني الفاذر اوف ميديسن والاناتومي وبالتالي ميديسن؟ راجل اسمه اندريا فيساليس، ده في سنه 1514 حتى انا فاكرها 1514، ده اول واحد شرح ودرس وعرف الهيومن بادي، فاعتبروه الفاذر اوف اناتومي اند ميديسن اللي هو أندريا فيساليس. طيب دلوقتي مين اللي درس الماسلز عشان تبقى عارف القصة؟ الماسل أول واحد يعني درسها كان راجل ألماني، وكان هذا الكلام في اسمه ويلي في سنة 1854، ده أول واحد. أما نظرية الكونتراكشن اللي هناخدها النهاردة إن مفيش حاجة بتقصر، انما الاكتين فيلامنتس بيسلايد اوفر ذا مايسين فيلامنتس، فده عملها واحد انتوا عارفينه خدناه في النيرف، هاكسلي. فاكر هاكسلي وهوجكن اللي هم اكتشفوا الفولتج جيتد صوديوم شانلز وخدوا فيها جائزه نوبل، وكان ده في 1961. هاكسلي لوحده بقى، هاكسلي مع هوجكن عملوا الاكشن بوتنشال اللي هو الثلاثه الشانلز اللي خدوا فيها جائزه نوبل. هاكسلي لوحده
هو اللي حط نظرية انه ما فيش حاجة بتأثر في المصل انما الاكتين بيسلايد اوفر دمايس. كانت هذه اولادها فقرة معلومات العامة اللي بنهتم بيها جدا. وهنا بتبقى very interesting ان نبتدي بالحاجات دي مش جاست ان انا ادخل اروح اري المعلومات. طيب نتوقع الله نبتدئ ال سكيتال ماسل. سكيتال ماسلز في عندي ثلاث ارقام اول كده انترودكشن ملهاش قيمه قوي بس لطيف انكم تعرفوها. في حوالي كام مصل في الجسم؟ سكيليتال مصل عضله اراديه 400. طيب السكيليتال مصل بتمثل قد ايه من البادي ويت؟ 40% من البادي ويت. يعني عارف لما الواحد يقول عاوز لحمه مشفيه الراجل يطلع له المصل بس، حضرتك لو شفناك يعني 40% منك مصل بس، فممكن تعرف سعرك كلحم مشفي. يعني يبقى لو وزنك 100 يبقى عندك 40 كيلو لحم مشفي skeletal muscles. And the skeletal muscles have got four functions. عندها أربع وظائف. طبعا لاحظت في تناغم في الأرقام 440 و4، يعني فيهم رقم 4. ما تحفظ الكلام ده، أنا جاست كده بقى I'm kidding with you. الكلام ده كلام فارغ، حتى عمر ما زميل فاضل ما يسألك يقول لك قول لي الفانكشنز اوف سكيتال ماسل، يعني كلام عمره ما حصل ولا يصح يحدث. سكيتال ماسل لها أربع وظائف. أول حاجة لوكوموشن اللي هي الحركة والبريذنج والتنفس. تاني حاجة إنها بتمنتين بوشر الوضع بتاعك. لأنه أنا أقول لكم حاجة لطيفة قوي، دي جملة مهمة افتح ودنك. During rest the skeletal muscles are not relaxed. حلوة، يبقى في الريست ما هماش ريلاكسد انما فيهم some degree of contraction بنسميها muscle tone، دي اللي بتحافظ على البوشر لان الجرافيتي عاوزة توقعني. المسل تون اللي هو نوع من انواع المسل كونتراكشن بيمنتين هذا البوشر. بص معايا التون، انا عاوز يوقع راسي كده، عاوز يتني ظهري لورا، وعاوز يتني الهيب والني لو سبت روح للجرافيتي. انما المسل تون اللي هو المسل دورينج ريست فيها سام ديجري اوف كونتراكشن بتحافظ على البادي بوشر عن طريق انها بتعمل ايه؟ بتستابيلايز الجوينتس، بتقوي الجوينت، بتفكس الجوينت في وضع معين. يبقى دي تاني وظيفه. تالت وظيفه يا اولاد انها بتبرودوس هيت. الناس حتى بتقول تعبير جميل قوي في البرد، يقول لك ايه؟ نشفت بالبرد، نشفت، يعني عارف ايه اللي حصل؟ ماسل تون زاد. صور انك تزود الماسل تون اللي هو نوع من انواع الكونتراكشن، ده بيزود فقره معلومات عامه الهيت برودكشن 100%. يعني انك انت تبقى قاعد مرتاح كده المصل بتطلع حراره يعني فيها تون، انك تشد روحك نشفت بالبرد ده يزودها 100%. لما تبرد اكتر شيفرنج مور هيت برودكشن. طب رابع واخر وظيفه ان السكيتال ماسل بتساعد الفينس ايتر، عضله القلب بتضخ الدم في الارتريز. طب يبقى مين بيمشي الدم في الارتريز؟ عضله القلب. طب مين يمشي الدم في الاورده عشان ترجع الهارت؟ السكيتال ماسلز اول ما بتقع بتاعت رجليك بتكونتراكت فبتسكويز الفينز فبتساعد رجوع الدم اجينست جرافيتي توورد هارت، فهي بتساعد الفينس ايتر. دي الاربع وظائف بتاعت السكيتال ماسلز. مش عايزك تحفظ الكلام ده كلام تضيع وقت. يبقى عرفت 400 سكيليتال ماسل يمثلوا 40% من بادي ويت ولهم اربع وظائف. طب مين الاسترايتد ماسل؟ عندنا ثلاث انواع من العضلات، كاردياك وسكيليتال وسموث. حتى سموث من اسمها يعني ما فيهاش استرايشن. الاسترايتد ماسل اثنين، سكيليتال اند كاردياك ماسل. وهنعرف ليه سموها استرايتد، انك لما تبص تحت المجهر بتلاقي شريط غامق وشريط فاتح، شريط غامق وشريط فاتح سترايتد، زي مع الاعتذار في تعبير الحمار المخطط، ده العضله طبعا. فده يعني معلومات هنقولها في عجاله كده مالهاش لازمه. نيجي المورفولوجي اوف سكيليتال ماسل. احنا هننزل بالتدرج
ده السكيليتال ماسل هي انا رسمها لك، بتتكون من وحدات اصغر يسموها الماسل فايبرز، وهي دي الماسل سيل. يعني الماسل سيل تطلق على ايه؟ على الفايبر. يبقى كل عضلة تتكون من شعرات، كل شعرة من دي بتبقى حواليها شيث، يعني غلاف يسموه ساركولما، يعني غلاف العضلة. كلمة ساركو في اللغة في اللاتين معناها فليش، خلاص؟ انما هناخدها بمعنى ماسل. فليش ده المعنى الحقيقي، انما اخذت بالمعنى ان ساركو معناها ماسل. ساركو لما يعني جدار العضلة، وده معمول من جلايكوبروتين وبيحوط الماسل سيل. طيب كل ماسل فايبر بيبقى فيها فايبرينز، يعني شعيرات، مايوفايبرز. كل شعيرة فايبرل فيها مايوفيلامنتس، خيوط انتر ديجيتيتنج، اللي هم باللون الاسود والاحمر دول اللي هم المايسين والاكتين اللي هناخدهم بعد قليل. يبقى ده اللي هو الفيلامنتس، الخيوط. مايسين ده ثيك فيلامنتس، ثيك دارك فيلامنتس، هي غامقه. انتر ديجيتيتنج داخل جواها الاكتين، خلاص؟ ده اللي هو الثيم فيلامنتس اللي هو بيبقى لونه لايت. وقلنا ان مفيش حاجه بتقصر في العضله خالص، مفيش حاجه بتقصر. هو اللي بيحصل الاكتين بيدخل جوه المايسين، يعني بيحصل انتر ديجيتيتنج. واظن دلوقتي بس فهمت انه ليه سموا المايسين مايسين. انت عارف ده بروتين بتاع المصل، ما يعني عضله، مايسين ده الثيك فيلامنتس، العضله اساسا مايسين. مين اللي متداخل معاهم الاكتين؟ ليه سموها اكتين؟ عشان هو ده اللي بيمشي جوه المايسين، اكشن، اكتين، البروتين اللي بيعمل اكشن. يبقى اللي بيكون العضلة مايسين، اللي بيتحرك هو الأكتين. يبقى نرجع تاني في المورفولوجي اوف سكيليتال ماسلز. خدنا تدرج في أربع خطوات. السكيليتال ماسل بتتكون من فايبرز، شعرات، والشعرة من شعيرات، مايوفايبرز، والشعيرة جواها فيلامنتس، خيوط، مايسين اند أكتين، انتر ديجيتيتنج يعني متداخل. يبقى ده التدرج. ماسل معمولة من فايبرز اللي هي الماسل سيلز، الفايبر جواها مايو فايبرلز شعيرات، والشعيرة فيها خيوط مايو فيلمز. اوعى تضيع وقتك في الكلام الفارغ ده. بنقوله ليه؟ عشان لازم المحاضرة بقى ليها شكل، نبتدي بداية صحيحة، انما ملوش اي قيمة. يعني لما نعمل بإذن الله ريفيجن في الريتن مش هنقول الكلام ده على الاطلاق. طيب نبتدي بقى يا شباب في ال تقلي، لو حطيناها لتحت شوية تبقى الصورة أحسن وستيل واضحة برضه. طيب نيوروماسكولار ترانسميشن، دلوقتي هناخد الاناتومي بتاع نيوروماسكولار جانكشن، يعني التقاء النيرف مع المصل، وزي ما بقول رسومات حصاد السنين تبقى باص عليها كويس قوي. ده النيرف اللي بيغذي السكيليتال ماسل اللي هي المستطيل اللي تحت دي، هيكبل لك عليها ماسل، ده السكيليتال ماسل. النيرف بيبقى احسن نوع بتاع السوماتيك، خدناها واحنا بندرس الاوتونوميك اللي هو اي الفا، اللي هو 100 متر في الثانيه. حتى قلنا ان ربنا ادى السوماتيك ماسلز كل مقاومات السرعه، فاكرهم؟ احسن فايبر اي الفا، وان ايفرنت، يعني ما بنقفش في السكه من ساعه ما نطلع من السباين كور لحد ما نوصل، هو ايفرنت واحد، مفيش ساينابس، مفيش ديلي، مفيش وقفه. وبعدين قلنا حاجه ثالثه حتى بتخليها سريعه، ان احنا بدانا مش من اي هورن في السباين كور، من الهورن اللي قداماني عشان يبقى الخروج سهل، من انتيرو هورن. فقلنا الثلاث مقاومات في الاوتونوميك ربنا حطها عشان تبقى السكيتر ماسل هي اسرع ماسلز. نقولهم ثاني، انها اهم حاجه ان الفايبر ساعتها اسرع فايبر اي الفا اللي هي 100 متر في الثانيه، انها ما بتقفش في السكه وان ايفرنت. وبعدين قلنا يا اولاد انها بادئه من الانتيرو هورن، وقلنا حتى معلومه جميله في السوماتيك نيرفوس سيستم وهي ماركه مسجله باسم عبد الله، انه رقم واحد هو رقم السوماتيك، وان ايفرنت اقولهم لك ثاني، وان ايفرنت ادي اول واحد، one type of fibers اللي هو الـ A alpha،
بيطلع وان كيميكال ترانسميتر اللي هو الاستايل كولين، وبيغذي حاجه واحده اللي هي سكيليتال ماسلز. يبقى السوماتيك رقم السعد بتاعها واحد، ماركه مسجله كده حفظتها لاجيال. وان انفرنت وان تايب وان ترانسميتر وان افكتور اورجان اللي هو سكيليتال ماسل. لما تيجي في الاوتونوميك كنت لقيتهم اثنين، تيجي نقولهم بسرعه يلا. تو افرنتس بري جانجليونيك بوست جانجليونيك، تو تايبس سمباثيتك وباراسمباثيتك، تو ترانسميترز اسيتايل كولين ونور ادرينالين، ان تو افكتور اورجانز يا ماسل يا جلاند. كل اللي ينقسم لاثنين، الماسل يا سموث ماسل يا كاردياك ماسل، والجلاندز يا اما اكسوكراينال يا اندوكراين. برضو ماركه مسجله باسم العبد الله، حاجات كده بيقعد الناس فاكرها ما حي. نكمل بقى. سؤال بيجي، اول سؤال نظري مهم جدا في السكيتال ماسل، يقول لك قول الاناتومي بتاع النيورو ماسكولار جانكشن وقول الترانسميشن الانتقال الاشاره العصبيه من نيرف الماسل والبروبرتيز اوف نيورو ماسكولار ترانسميشن. يعني السؤال ده احب نظام قال هتجاوبه في ثلاث نقط، اناتومي وبعدين الميكانيزم اوف ترانسميشن وبعدين خصائص ترانسميشن بروبرتيز. يبقى كام نقطه؟ ثلاثة، عشان لما نيجي لمراجعة النظري تبقى معايا على الصورة. نيجي الاناتومي، ما عشقت مثل عشق النظام. في ثلاث حاجات لازم تشرحها. في نيرف اهو حتى كاتب لك جنب الاناتومي ثلاثة، نيرف ومصل وما بينهم المسافة اسمها سينابتيك كليفت. قلنا السين يعني اتصال، سينابتيك كليفت. يبقى في نيرف ومصل وما بينهم في الكليفت. طيب النيرف كانه واقف على العضله، فشوف التعبير جميل قوي. نهايه النيرف اسمها ايه؟ اند فوت. اند فوت يعني فوت ده القدم، كان ده كان هو واقف واقف على المصل، يبقى ده الفوت. هو واقف على ايه؟ بنهايه الفوت، فيسموها اند فوت. او الاند فوت ده في شكل انتفاخ نهائي فيسموها تيرمينال نوبز. يعني النيرف نهايته يسموها ايه؟ أسامي مفهومة قوي، عاوزك تفهم ما تحفظش. اعتبر ان انا واقف على السجادة الكاربت التحتية، انا النيرف، انا واقف على ايه؟ على نهاية الفوت الاند فوت. الفوت منتفخة فعاملة تيرنال نوب. في النيرف حاجتين، في فيسيكلز بتحتوي الاستايل كولين، وهنا في سؤال خدناه في الاوتونوميك، نوع الفيسيكل اللي فيها الاستايل كولين كلير فيسيكل اهي، مش جرانيوليتد زي بتاعت نور ادرينالين. شوف بقى الكلام هيبتدي تعاد وتفهم اكتر وتحفظ اكتر وتتذكر اكتر. عشان كده حتى في الرسم اللي هو حصاد السنين رسم لك واحده فيها استايل كولين وواحده عشان ابين لك انها كلير. تاني ستراكشر موجود في النيرف اللي هو ميتوكوندريا، خلاص، اللي هي الباور جنريتنج يونت، الاورجانيل العضاي اللي بيعمل ادينوزين تراي فوسفيت. لان تصنيع الاستايل كولين عاوز طاقه، خروج الاستايل كولين بعمليه اسمها اكسايتوزيس عاوز طاقه. الاكسايتوزيس ان اكتيف بروسيس. يبقى اما يسالني ليه في ميتوكوندريا في النيرف اقول لي شيئين، عشان فورميشن وعشان الطلوع الريليس بالاكسايتوزيس. يبقى في النيرف حاجتين، فيسيكلز وميتوكوندريا. طب نيجي في المصل، في حاجه واحده في المصل، في الاسيتايل كولين ريسبتورز. المسل اهي عامله حاجه اسمها موتور اند بليت، واسم مفهوم جدا. بليت بيحتوي نهايه الموتور نيرف. ما احنا قلنا اتعلمنا حاجه لطيفه في الانجليش، هما بيفكروا من الشمال لليمين، يقولوا موتور اند بليت. احنا بقى نقولها ازاي يا اولاد؟ نقولها البليت اللي بيحتوي الاند اوف ذا موتور نيرف. ادي الموتور نيرف، ده الاند بتاعه، ده البليت اللي موجود فيه. بقى اسمه معبر جدا لما تفهمه، البليت بتاع الاند بتاع الموتور نيرف، فيسموه بالعكس موتور اند بليت. ده ما فيهوش غير استايل كولين ريسبتورز. طب في ما بينهم شق اسمه كليفت، ده في حاجتين. سؤال ام اس كيو، في فلويد، تفتكر الفلويد ده ايه؟ فلويد ما بين خليتين، نيرف سيل ومصل سيل، يبقى اكسترا سيلر فلويد، مش ممكن يبقى انترا. وفي حاجه تانية مهمه جدا، ان بعد ما الاستايل كولين يطلع، كنا قلناها في الاوتوروميك، لازم ايه؟ فاكر الجمله؟
لازم نتغدى بيه قبل ما يتعشى بينا. يبقى نكسره بمين؟ بالاسيتايل كولين استريزس اللي موجود عند النيرف، هو السبيسيفيك الترو، لان انت فاكر بس ده مش موضوعنا دلوقتي. السودو موجود في البلازما. لما قلنا نحن لا نتعقب الاسيتايل كولين، لو هرب مننا شويه في البلازما نحن ننتظره، لان الاسيتايل كولين غير مسموح انه يتجمع. وقلنا سؤال مهم جدا في الام اس كيو، مفيش اسيتايل كولين في البلاد. لو خدنا عين الدم مفيش اسيتايل كولين، لان بيتم تكسيره اولا باول عند النيرف بالترو او السبيسيفيك اسيتايل كولين استريز. حتى لو هربوا شويه في البلاد بنكسرهم اولا باول بالسودو في البلازما، حتى قلنا البي مع البي، عشان الاسيتايل كولين استريز ده ما يهربش، فمسكينه على بازيلر لامينه صفيحه كده اهي عشان ما يهربش الانزيم ده في الفلويد. يبقى لما يجي لك سؤال قول الاناتومي بتاع النيورو ماسكولار جانكشن، هتتكلم في ثلاث نقاط. حب النظام قوي، نيرف مصل وكليفت. النيرف هتسمي النهايه بتاعته اسمها ايه؟ في اسمين، اند فوت او تيرمينال نوب، وبتحتوي على شيئين. المصل اسمها البليت اللي بيحتوي نهايه الموتور نيرف، موتور اند بليت، وبيحتوي على شيء واحد استايل كلين ريسبتور، وبينهم في كليف تكتب فيه حاجتين، الاكسترا سيرف فلويد والاسيتايل كولين استريزس. تقل بقى للجزء الثاني في السؤال. بعد ما قلنا الاناتومي حب النظام قوي، نقول الترانسميشن. ازاي بيحصل الترانسميشن؟ هنشوفها مع بعض اهي. نيورو ماسكولار ترانسميشن، دلوقتي احنا الصعوبه يا اولاد، تعالى نرفعها اكتر لفوق شويه يمكن هتبان احسن شويه كده. معلش طبعا انت عارف انا هنا يعني مسرحيه، انا المؤلف والمخرج والممثل والاديتور والاضاءه وكل حاجه وبامكانيات بسيطه، بس اي ثينك اتس ساتسفاكتوري الطريقه اللي بنقولها فيها والدنيا واضحه وكويسه. نيورومسكولار ترانسميشن، يبقى الاناتومي كان ثلاث نقاط، حب النظام قوي بسميها المنتال سيت. الستبس وي هاف فايف ستبس. الاول افهمك الصعوبه، ان مفيش اتصال بروتوبلازمي ما بين النيرف والمصل، في ما بينهم شق كليفت. في الحياه يا اولاد لا يمكن نقل كهرباء في سلك مقطوع، يعني لو السلك مقطوع خلاص كهرباء ما بتنقلش. إنما ما هو غير مستطاع عند الإنسان مستطاع عند الله، ربنا يقدر ينقل الكهرباء اللي هو الأكشن بوتنشال من نيرف إلى المصل، أهو الأكشن بوتنشال بقى في المصل، برغم إن مفيش بروتوبلازميك كونتينيوتي، مفيش اتصال بروتوبلازمي ما بينهم، لأن في سينابتيك كليفت. طالب مرة سألني طب هو النيرف مش متصل بالمصل؟ قلت له اه. قال لي سؤال بره الموضوع يعني، بس قوله لي، ليه لما بشد النيرف من المصل ما بيتنزعش منها؟ يعني ما زال النيرف بنحس انه ماسك في المصل. قلت له دي بسيطه جدا بس ده مش موضوعنا، لان النيورو لما غلاف النيرف متصل بالساركو لما غلاف المصل، يعني الصفيحه الخارجيه اللي هي النيورو لما متصله بالساركو لما، عشان كده هم ما تقدرش يعني ماسكين في بعض بس مش متصلين ببعض، في ما بينهم كليفت. فازاي هننقل الكهرباء من نيرف المصل برغم ان مفيش اتصال بروتوبلازم؟ بنقول يا اولاد انه احنا عندنا خمس خطوات، حب النظام قوي. اول ثلاثه بقول ثلاث خطوات تاريخيه، انه الاستايل كولين هيبقى ريليزد فروم ذا نيرف كروسز ذا كليفت binds the receptor for muscle. يبقى release من نيرف crosses the cleft binds the receptor for muscle. حتى شوف عملها لك بلون واحد، حب النظام قوي والالوان والرسومات عشان تبقى فاهم. يبقى الاسيتايل كولين is released منين؟ من نيرف. يعدي crosses مين؟ الكليفت. binds لمين؟ للمصل. دول اول ثلاث خطوات. تعال نشرح ازاي الاسيتايل كولين هيبقى released from the nerve. قلناها قبل كده في الاوتونوميك، شوف بقى ابتدي كلامي يبقى لطيف ليه؟ حاجات هتتعاد.
اللي سمع العبد الله يلاقي كل حاجه بايده بنفس الطريقه. اي كيميكال ترانسميتر، اسيتايل كولين او حتى نور ادرينالين، الريليس ثلاث جمل، اكشن بوتنشال، هيفتح فولتج جيتد كالسيوم شانل. لان حتى قلنا الفولتج جيتد اللي هي بتفتح وبتقفل بالكهرباء، عشان كده سموها فولتج جيتد. الاكشن بوتنشال ده كهرباء، هيفتح فولتج جيتد كالسيوم شانل، يدخل الكالسيوم يطلع الاستايل كولين بعمليه اسمها اكزوسايتوزيس. والعمليه دي قلنا ايه؟ اكتف. اه طبعا مفيش حاجه باسيف غير الديفيوجن، وعشان كده في ميتوكوندريا تدينا الطاقه. يبقى ريليس شرحناها قلناها قبل كده في الاوتونومي، اكشن بوتنشال، يفتح فولتج جيتد كالسيوم شانل، الكالسيوم يفرقع الفيسكل ويطلع الاستايل كولين باي اكزوسايتوزيس. تاني خطوه الكروس، مش عاوز اشرح الاستايل كولين ده كروسز ذا سينابتيك ليف. تالت خطوه باينز تو ريسبتورز اسيتايل كولين ريسبتور في الموتور اند بليت. خلاص، فما يمسك في الاستايل كولين ريسبتور هيفتح شانل هنا. يبقى الشانل دي فتحت ازاي؟ مش بالكهرباء، فتحت بليجند اللي هو الاستايل كولين، فعشان كده يسموها ليجند جيتد شانل. يبقى عندي نوعين من الشانل اللي في النيرف، ما نغلطش في الام اس كيو دي، فولتج جيتد بتفتح بالكهرباء وبتدخل كالسيوم، اللي في الماسل بتفتح بالاسيتايل كولين فتبقى ليجند جيتد. لما بتتفتح دي بتفتح نان سبيسيفيك شانل، تفوت صوديوم ثم صوديوم ثم صوديوم ثم بوتاسيوم، يبقى المحصله لمين؟ للصوديوم. فدخول الصوديوم يخلي جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، يبقى عمل لي ديبولاريزيشن في الموتور اند بليت، ديبولاريزيشن في الموتور اند بليت. وبرده مره تاني غلطه مشهوره لكثير من الزملاء، يعني عاوز الزملاء يسمعوني، الزملاء مش الطلبه، في اثناء ظاهره الديبولاريزيشن يا جماعه ما بتزيدش البرميابيلتي، ما بيحصلش ديفيوجن للصوديوم بس، الصوديوم بيديفيوز لجوه والبوتاسيوم لبره، خدناه في النيرف، كان هناك بقى من خلال فولتج جيتد صوديوم شانل وفولتج جيتد بوتاسيوم شانل، الاثنين بيفتحوا مع بعض. بس مين اكتر بما لا يقارن؟ صوديوم. فالنتيجه بتبقى ديبولاريزيشن، في اثناء الديبولاريزيشن بيحصل ديفيوجن للصوديوم وللبوتاسيوم. مش ما بيحصلش البوتاسيوم صوديوم بس، صوديوم ثم صوديوم ثم صوديوم ثم بوتاسيوم. المعلومه دي مش ليكم انتم، للزملاء. خطأ ما بيحصلش هنا، عيب قوي نغلط الاخطاء دي هناك. مفيش ديفيوجن، مفيش حاجه اسمها في الديبولاريزيشن ديفيوز الصوديوم اونلي، صوديوم 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 وبوتاسيوم. ما ايه مره ثانيه اهي، هنا النان سبيسيفيك شانل بتعمل ديبولاريزيشن، بتزود البرميابيلتي للصوديوم ثم صوديوم ثم صوديوم بوتاسيوم، بس صوديوم اكتر، وبالتالي يحصل دي بولاريزيشن في الموتور اند بليت. يبقى كان مفروض نسميها ايه؟ نقول بص لي في حرف ناقص هنا، موتور اند بليت بوتنشال، كهرباء الموتور اند بليت. الامريكان ما يحبوش التطويل، قال لك لا، ايه حكايه موتور اند بليت بوتنشال دي؟ شيل موتور نسميها اند بليت بوتنشال، انما هي الاساس بوتنشال بيحصل في الموتور اند بليت، فكان الصح نكتب موتور اند بليت بوتنشال، هم سموها اند بليت بوتنشال. طيب تعالى بقى نقطه مهمه جدا، هذا الاند بليت بوتنشال قول لي مواصفاته. اللي سمع مع العبد لله في ماركه مسجله عملتها في النيرف ان الكهرباء في الجسم نوعان، يا اكشن بوتنشال يا مش اكشن بوتنشال، وما ينطبق على الاكشن بوتنشال لا ينطبق على سواه. الاكشن بوتنشال زي الفريك ما يحب الشريك، فاكر؟ وقلنا ايه خصائص الاكشن بوتنشال بحرف الايه؟ ثلاثه بحرف الايه، ايه ايه ايه، حتى قلنا هنا بيفتكروها، بقولها للطلبه الامريكان اللي هو الامريكان اوتوموبيل اسوشيشن وبيضحكوا. الاكشن بوتنشال ثلاث خصائص بالايه، هو الوحيد اللي معاه اول اور نان لو ادي بالايه، وبالتالي كان نوت بجريدد. تاني ايه؟ معاه ابسوليوت ريفراكتوري بيريود، وبالتالي كان نوت بيسميتد. تالت ايه؟ ان هو الوحيد اللي بيفتح عنده all voltage gated sodium channel. اي حاجه ما هياش اكشن بوتنشال قول الخصائص بالعكس. يبقى لما اقول لك ما هي مواصفات الاند بليت بوتنشال هجيبها لك سؤال، اعكس
يبقى ما فيش all or none يبقى graded، ما فيش absolute refractory period يبقى summated. مش موضوع بقى ماركة مسجلة باسم العبد الله زي ماركات الاوتونوميك كذا، بقول لك الاوتونوميك الكرينيا الاوتونوميك 1973 كل الزملاء خدوها مش مشكلة 3-7-9-10 الباراسمباثاتيك اوتونوميك. زي ما قلنا اي حاجة في السوماتيك رقم السعد 1، في الاوتونوميك 2. الكهرباء في الجسم نوعان، ودي اثباته اهو. اللي بيسمع العبد الله بيلاقي الموضوع كل يوم بيبقى اسهل لانه بيحط العبد الله قواعد وبيمشي عليها. ده اند بلاي بوتنشال، ده مش اكشن بوتنشال. خلاص يبقى تعكس الاكشن بوتنشال بحرف الايه معاه 3 ايه. هقولهم تاني عشان اللي بيسمعني اول مره. اول اور نان ادي اول ايه، يبقى كان نوت بي جريدد. ابسولوت ريفاكتوري بيريود تاني ايه، يبقى كان نوت بي سميتد. هو الوحيد اللي بيفتح عنده all voltage gated sodium channel. اي بوتنشال اخر اهو، خدنا في النيرف local excitatory state، خدنا في النيرف electrotonus، كل دي كانت كهرباء بناخد في المسل اند بلي بوتنشال. وهنكمل المسيره مع بعض باذن الله في السكند يير. اي بوتنشال مواش اكشن بوتنشال عندك معلومات ببلاش اعكس، يبقى ما فيش all or none يبقى graded، ما فيش absolute يبقى submitted. طيب مفيش اكشن بوتنشال ممكن يطلع في الطبع هنا، الاكشن بوتنشال ممكن يطلع من الادجيسنت اريا بره الطبع. طب سهل قوي، يبقى الخطوه الرابعه جينيريشن اكشن بوتنشال. هنعمل ايه بقى؟ ان الديبولايزيشن ده يسحب البوزيتيف اللي جنبها فدي تبقى نيجاتيف ديبولايزد، يسحب البوزيتيف اللي جنبها فدي تبقى نيجاتيف ديبولايزد. لما نوصل للادجيسنت اريا يطلع الاكشن بوتنشال في البصل، ادي جينيريشن واكشن بوتنشال. حتى لطيفه اوعى تنساها برضو، ايه الاكشن بوتنشال في البصل طلع فين؟ في الادجيسنت اريا، ما بيطلعش في الموتور اند بليت، في الادجيسنت. الموتور اند بليت ده فيه الاند بليت بوتنشال من اسمه، انما الاكشن بتطلع بيطلع في الادجيسنت اريا ويمشي ان بوث دايركشن، في واحد كده وطبعا واحد هيطلع الناحيه الثانيه. اخر خطوه degradation of acetylcholine، لازم نكسر الاسيتايلكولين. ما احنا قلنا لازم نتغدى بيه قبل ما يتعشى بينا. بمين بقى؟ كنا قلناه بالاسيتايلكولين استريزس اللي كان موجود عندنا في النيرف هنا لسه قالينه في الاناتومي، كان هو الترو او السبيسيفيك، وكان عشان ما يهربش مننا ماسك لو كان عندك ذاكره في البازيلر لامينا. ده العقلية المنظمة يا أولاد، النظام النظام. إنما أقعد أسمع أحد الزملاء يعني يصعب علي الشارح والطلبة، يعني مش بيهيت the point. five steps for neuromuscular transmission، ثلاثة تنخيم باللون الأسود. acetylcholine is released from the nerve, crosses the cleft, binds to receptor for muscles، وبعدين نجنريت الاكشن بوتنشال الخطوه الرابعه، ونكسر الاسيتايلكولين في الخطوه الخامسه. عارف لو ما كسرتوش ليه بتكسره؟ عشان يطلع وان اكشن بوتنشال بس في المصل، لو ما كسرتوش هيطلع كذا اكشن بوتنشال في المصل. واتس الاو تو برودوس اونلي وان اكشن بوتنشال. تعال نعيدها بقى في عجاله. يبقى اول ثلاثه تاريخيين ماركه مسجله اهو، ريليزد كروسز باينز، ريليزد من النيرف كروسز ذا كليف باينز تو ريسبتور في المصل. ريليز ازاي؟ قلتها. اي كيميكال ترانسميتر في جسمك، ثلاث جمل احفظها بقى لنهايه سنه ثانيه. اكشن بوتنشال يفتح فولتج جيتد كالسيوم شانل، يدخل الكالسيوم يطلع الكيميكال ترانسميتر بالاكزو سايتوزيس. واقولها ثاني سؤال ام اس كيو، ديس ان اكتيف بروسيس، عشان كده كل النوبز فيها ميتوكوندريا تصنع الترانسميتر وتطلع الترانسميتر. وفي حاله النور قديم حاجه ثالثه تعمل اكتيف ري ابتيك اللي هو ريسايكل. يعني في النور قديم الميتوكوندريا لثلاث اسباب، التصنيع والريليس وريسايكلينج. هنا بنعملش ريسايكلينج الاسيتايلكولين للاوائل. كروسز ذا كليفت مش هتشرحها، باينز للريسبتور في المسل تشرحها، ده دي اهم نقطه. هتفتح ايه هنا بقى؟ هنا كان في فولتج جيتد في النيرف، هنا تفتح ليجان جيتد نان سبيسيفيك شانل. لينان لانها بتفوت صوديوم وبوتاسيوم، مين اكتر؟ الصوديوم. فيحصل لوكالايزد بارشال ديبولاريزيشن هنا، نسميه اند بلي بوتنشال. نقول خصائصه مفيش اول اور نان يبقى جريدد، مفيش ابسولوت يبقى سميتد.
خطوه رابعه ازاي نجريت اكشن تنشن. الاكشن تنشن ما بيطلعش في الطبق، بيطلع من ادجيسنت اريا. يبقى الدي بوزيشن ده يبروباجيت لحد ما يوصل ادجيسنت اريا، يطلع اكشن تنشن ان بوث دايركشنز. وانس طلع وان اكشن تنشن، وان كفايه واحد، لازم تكسر استايل كولين. ديجريديشن اوف استايل كولين بايه؟ بالاستايل كولين ستريس. ده نيورو ماسكولار ترانسميشن. ده سؤال نظري مهم وتسال في رقم واحد. عارف بقى المصل فيها اربع اسئله مهمين وشويه مش مهمين، ادي واحد من الاربعه الكبار في السكيتا المصل. نيجي حاجه اسمها مينيتشر اند بلي بوتنشال. ده سؤال شافه، من اسمها مينيتشر يعني صغير. قال لك الفيسيكل ساعه الاستايل كولين دي بيحصل لها سبونتينيوس رابشر، بتفرقع ساعات لوحدها بس عدد قليل جدا يفرقع، فيطلع كميه اسيتايل كولين نونو نونو، كميه صغيره يعني، تعمل اند بلي بوتنشال صغير اسمه مينيتشر اند بلي بوتنشال، ما يديش اكشن بوتنشال في المصل. يبقى المينيتشر اند بلي بوتنشال ده افتح ودنك، له ناتج من اكشن بوتنشال في النيرف ولا هينتج عنه اكشن بوتنشال في المصل. امال سببه ايه؟ بعض الفيسيكل بتخبط في بعض بيحصل لها سبونتينيوس رابتشر. طيب ده الكلام اللي هو بالكتير هيقوله الزملاء، انما انا عندي كلمتين زياده لان احنا هنا بنفهم يا اولاد. هو ليه الفيسيكل خبطت في بعض وفرقعت؟ الاجابه اللي ما يعرفهاش الزملاء، ان الفيسيكل دي موجوده في ماده جيلاتينيه في النيرف، في ما بين جزيئاتها حركه دائبه خدناها في ثانوي اسمها براونيان موفمنتس. يعني الفيسيكلز جوه ده بيحصل حركة دائبة، فتخبط بعضها ببعض يطلع شوية استايل كولين نونو نونو صغارين، يعملوا مينيتشر اند بلي بوتنشال ضعيف جدا، ما ينتجش، ما يقدرش يعمل اكشن بوتنشال في المصل ولا هو ناتج من اكشن بوتنشال في النيرف. يعني لا هو ناتج من اكشن بوتنشال في النيرف ولا هينتج عنه اكشن بوتنشال في المصل. طب واحد يقول يبقى ملوش لازمة. ده اللي بيقوله الزملاء، يبقى it plays no role in neuromuscular transmission. صح بس هم مش عارفين بقيه الاجابه. عارف ايه بقيه الاجابه؟ ان وراء الخلق خالق. فكر معايا، لما يحصل miniature end plate potential في الموتور end plate، يعني دي بولاريزيشن ضعيف قوي، ما وصلش الفارنج ليفل، ما اداش اكشن بوتنشال، بس عمل ايه بقى الدي بولاريزيشن ده؟ قربني من الفارنج ليفل، عمل خلفيه من التسهيل، بحيث لما يجي الاكشن بوتنشال ويحصل نيورو ماسكولار ترانسميشن اللي احنا عاوزينه، يبقى احنا اوريدي قريبين من الفايرنج ليفل. يبقى مفيش حاجه واحده عند ربنا يا اولاد بتحصل كده ملهاش، حتى لما فرقع بعضهم يعني شكلها غير مقصود، هي عند ربنا مقصوده. ان المينيتشر اند بلي بوتنشال ده بيعمل دي بوزيشن صغير، لا يرقى انه يطلع اكشن بوتنشال، لكن بيقربني من الفايرنج ليفل، فيسهل المأموريه على الاكشن بوتنشال اللي جاي، لاني اوريدي قريب من الفارنج ليفل. بنسميها باك جراوند اوف فاسيليتيشن. ده ما تقولهمش الكلام ده، هم ما يعرفوش ليه بيحصل. تقول له سبونتينيوس رابشر فيسكل، ليه يا خلقه ربنا؟ انما انت فهمت ليه بيفرقعوا، بسبب ان في حاجه اسمها براونيان موفمنتس. طب ايه قيمته؟ هم ما يعرفوش، ما تقولهمش. الدي بوزيشن ضعيف ده بيقربني من الفارنج ليفل، يسهل المأموريه، باك جراوند اوف فاسيليتيشن. هو ده الفهم، هو ده الفسيولوجي كما ينبغي ان يكون، والا فلا. يبقى جايين نقرا مع طلبه، ما يقروا لوحدهم. نيجي النقطه الثالثه، البروبرتيز اوف نيوروماسكولار ترانسميشن. خمسه بقى، يبقى اتكلمنا الاناتومي، احب النظام جدا. اناتومي ثلاثه، اتكلمنا عن النيرف والمصل والكليفت عشان ما تنساش. الستبس خمسه، استايل كولين ريليزد كروسز باينتس، وبعدين نجنريت الاكشن بوتنشال، وبعدين نكسر الاستايل كولين. نيجي البروبرتيز، خمسه بروبرتيز، حب النظام جدا. قلنا ان الهيومن برين لا يتقبل اكتر من اربع معلومات، ده بتوع السايكولوجي، وهقول لكم كده في السايكولوجي. وقلت الدليل ان الارقام في امريكا 10 ارقام لازم تقولهم ثلاث مجموعات، اكبر مجموعه يبقى فيها اربع ارقام، ولو قلتها بغير كده يبقى انت مش من امريكا. مش الناس اللي عملوا كده، بتوع السايكولوجي
هم اللي فهموا الناس عشان تذكر الرقم اللي هو 10 ارقام تقسمه. لازم ما تحطليش مجموعه فيها اكتر من 4. الهيومن برين ما بياخدش اكتر من 4. طب دول 5 انا مقسمهم 3 و2. فهمت ليه؟ يعني انا بقول الكلام ده ليه يا اولاد؟ عشان بعض اللي بيسمعوني دلوقتي تلاميذ اليوم باذن الله سوف يصبحون زملاء الغد. يبقى اتعلموا من الدكتور ناجي الشرح يبقى ازاي بيزد على ساينتيفيك فاكتس، مش بيزد على تالنت بس، ساينتيفيك فاكتس. في الفانكشن بلازما بروتين كانوا 8 قسمتهم لك 4 4. مفيش عندي مجموعه فيها المجموعه كامله كده، لازم 4 كتير. بروبرتيز، اول بروبرتي يوني دايركشنال، ان الديزاين ده يخلي الكوندكشن يحصل من النيرف للماسل، لان هنا الفيسيكل وهنا الريسبتور، مش ممكن العكس. يبقى يوني دايركشنال فروم نيرف تو ماسل. مش عاوز عبط في الام اس كيو، ما بنفرحش باول كلمه. يوني دايركشنال لوحديها ما تخليش الاجابه صح، لازم تقول فروم نيرف تو ماسل. هو هيغلطك ازاي؟ اديني بقول لك اهو، ده احد النوع السادس في الام اس كيو، يجيب لك اول الحقيقه صح واخرها غلط. يوني دايركشنال تبقى حلوه فروم ماسل تو نيرف، لا هي لازم تبقى فروم نيرف تو ماسل. ده النوع السادس في الام اس كيو، قلت هقولها لكم الانواع تبعها. طيب تاني حاجه دي ليه 100% الستبس دي خدت وقت عبال ما الاستايل كولين يطلع ويعدي ويمسك ويعمل اند بليب بوتنشال، والاند بليب بوتنشال يخرج بره الطبق للادجيسنت اريا ويطلع اكشن بوتنشال. ده خد وقت، ده انا عشان اشرحها خدت ربع ساعه. عند ربنا بتاخد نص ملي سكند، يعني 1/2000 من الثانيه. ما هو الثانيه 1000 ملي سكند، نص ملي سكند تبقى 1/2000. سبحان الله في تقدير الوقت عند ربنا. العطل عند ربنا 1/2000 من الثانيه. هيجي لك ازاي؟ قلت لك انا عامل لك الالوان بتساعدك اهو، هو عارف انك انت مركز في رقم 5 فيشيلك دي، يقول لك 5 ملي سكند غلط، او نص ويشيل دي نص سكند غلط. فانا عاملها لك بالالوان والرسومات زي ما بقول، هي حصاد السنين بتعب فيها بفكر، مش اي الوان. يبقى الديلي لازم تقرا الرقم كويس، 0.5 of a millisecond. 5 ملي سكند غلط، 0.5 of a second غلط. طيب ثالث خاصيه فاتيك. لو انت جيت للنيوروماسكولار جانكشن وعملت، هسمعها لك عشان ما تنساش، رابيد ريبيتد ستيميليشن، كل ستيميلس بيطلع شويه استايل كولين، كل ستيميلس يطلع شويه استايل كولين، كل ستيمولس يطلع شويه استايل كولين. بعد شويه الاستايل كولين هيحصل له ايه؟ خد متل يختل يخلص. فلما يحصل اكزوشن للاستايل كولين، لما ينضب لما يخلص يوقف الترانسميشن. يبقى الفاتيج ظاهره بتحدث لو عملت رابيد ريبيتد ستيميليشن وسببها نضوب الاستايل كولين، خلص. برضو الزملاء ما يشرحوهاش وازعل، ان الواحد يتصور هو بيقرا ان دي خاصيه وحشه. يا جماعه ما فيش عند ربنا حاجه وحشه. الفتيج ظاهره حسنه، دي ليك انت. ليه؟ افتح ودنك، لانه بيمنع اوفر اكسايتيشن اوف سنترال نيرفوس سيستم، سنترال نيرفوس سيستم او النيرفوس سيستم عموما. تخيل واحد عنده صرع بليبسي، بيبقى فيه بؤره في المخ بتبعت repeated action potentials، تبعت repeated action potentials، فالعضلات تخيل هتقعد كونتراكت بما فيه عضلات التنفس، يبقى هموت مختنق. ما تخافش، بعد شويه هيخلص الاستايل كولين وتقف النوم. ثانك جاد. يبقى الفتيج ظاهره حسنه لانه بيمنع اوفر اكسايتيشن اوف سنترال نيرفوس سيستم. حلو ان لو اسعت الاستخدام والنوبه الصراعيه عماله تدي استيميلاي 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 وانت في حاله انقباض، ده انقباض مش مداني فرصه للنفس، هيخلص استايل كولين والنوبه تبقى ابورتد، يحصل ابورشن اوف ذا ابيليبتيك فيت تو ستوب ذيس فيتال فيت. ايه العظمه دي؟
وراء الخلق قال ما فيش حاجة عند ربنا وحشة يا أولاد، كل حاجة حلوة، بس لما تفهمها ازاي. انما يقروا معاكم، لا انا مش جاي اقرا مع حد. اللي بيحضر محاضراتي عشان فاكر ان انا هقرا معاه، لا مش هقرا، انا هعملك دكتور كويس، هفهمك فيسيولوجي اللي هو قلت اصل الطب. زي ما قلت لك جائزه نوبل بياخدوها في الفيسيولوجي والطب، هي جائزه واحده. وزي ما قلت لك شغلتك انت ميكانيكي الجسم، مش ممكن تصلح الجسم وانت ما انتش فاهم العربيه ماشيه ازاي نورمال فانكشن. فمش يعني بقول فيسيولوجي اهم ماده عشان خاطر العبد اللي بدرس فيسيولوجي انه اهم ماده، دليل من العالم جائزه نوبل تعطى في الطب والفيسيولوجي، وغالبا بياخدوها بتوع فيسيولوجي، هم اللي يعني بيقودوا عجل في التقدم، البروجريسيف ميديسن بيعملوا الناس بتوع الفيسيولوجي. ونما اتنين بالمخ، هتصلح ازاي حاجه بايظه وانت مش عارف النورمال فانكشن بتشتغل ازاي. يلا طيب نيجي، يبقى اول ثلاثة بحب حتى اقولهم يوني دايركشنال ديلي فاتيج مع بعض، اخر اثنين الافكتيف اينز والافكتيف دراجز. قول لي ايون بيزود الترانسميشن، مرسوم قصادك اهو، ايه رايك؟ بص في الرسم، مين الايون اللي بيزود النيوروماسكولار ترانسميشن؟ كالسيوم، وعكسه المغنيسيوم. تسال الزملاء يقول لك هو خلقه ربنا كده، الكالسيوم يزود والمغنيسيوم ينقص. هنا بنفهم، ناخد وقت بس نفهم. انا اقول لك ليه اللي مش هيقوله لك. احنا قلنا ان الاستالبين فيسكل موجوده في ماده جيلاتينيه، الكالسيوم لما بيدخل بيقلل لزوجه الماده الجيلاتينيه، سهله قوي. فتتخيل لما يبقى الماده الجيلاتينيه مش لازقه، البراونيا موفمنت يحصل لها ايه؟ تزيد قوي، مش لازقه، فيفرقع كميه كبيره جدا من الفيسكل، فيطلع كميه كافيه من الاستالكولين. يبقى ده ازاي الكالسيوم بيشتغل. طب اظن انت بقى تجاوبني، تفتكر ليه المغنيسيوم بيقلل ريليس بتاع الكيميكال ترانسميتر؟ اظن نص الطلبه اتليست عرفوا الاجابه، قولها كده ما بينك وبين نفسك. بيزود لزوجه الماده الجيلاتينيه، فالبراونيان موفمنتس الحركه اللي بتحصل تقل لانها الماده لازقه اللي حوالين الفيسكل، يبقى عدد الفيسكل اللي اتفرقع يقله، يبقى كميه الاستالكين تطلع تقل، يبقى الترانسميشن يقل. هل هيسألوك في ده؟ لا، ومش هيسألوك لسبب انت عارفه، مفيش داعي ان انا اقول، انما انت جاي هنا تفهم. اللي عاوز يحفظ فقط هنا بتحفظ، تفهم وتحفظ طبعا الاثنين، هما هناك لا فهم ولا حفظ، هنا من كتر ما انت فاهم بتحفظ كل حاجة برتبها وليها طريقة. يعني عندي بعمل الاثنين في آن واحد، الفهم ثم الفهم ثم الفهم ثم الحفظ، الاثنين مع بعض. نيجي الدراجز، ده سؤال مشهور جدا. نوع الريسبتور اللي في السكيتال ماسل ايه؟ ماسكارينيك، ده بقى العبط. نوع الريسبتورز اللي موجوده في السكيتال ماسل نيكوتينيك، زي اللي عند الجانجليا. هكمل السؤال برضو، الماسكارينيك موجودين في الكاردياك ماسل والسموث ماسل. يبقى تاني انت عندك تلات انواع من العضلات، كاردياك وسموث وسكيتال. الكاردياك والسموث، هي تاني سؤال مهم جدا في الام اس كيو، دول ماسكارينيك تبع البارا، انما ده نيكوتينيك، يبقى ستيميليتد بنيكوتينيك ستيميلانتس اللي هما مين؟ يا دايركت، كنا خدنا نيكوتين سمول دوز، بس في حاجه متخصصه اكثر، عقار زي الاستايلكولين بيشتغل على النيكوتينيك ريسبتور اللي في الماسلز، اسمه ميثاكولين. حلوه، بدل اسيتايلكولين ميثاكولين، هقولها لك عشان ما تفتكرها، الطلبه بيقولوا بنفتكر حتى المزاح بتاعك، مثل تماسي يا ورد قاعد على الكراسي. يبقى لما الممتحن يقول لك مين العقار اللي زي الاستايلكولين اللي بيشغل السكيتال ماسل، تمسي عليه، بدل ما تقول له استايلكولين تقول له ميثاكولين، مثل تماسي يا ورد قاعد على الكراسي، عشان ما تنساش. طب في واحد اندايركت، لو منعت تكسير الاستايلكولين يبقى الاستالكولين نفسه هيشغل الترانسميتر، يبقى ادي عقار يبوظ الاسيتايلكولين استريز، اسمه انتي كولين استريزس. واشهر اثنين قلنا اللي هم الريفرسال طبعا المرتجع، اللي هم الايزيرين والبروستيجمين، ايزيرين وبروستيجمين، قلناها في الاوتروميك، حتى البروستيجمين بيسموه اسم اخر نيوستيجمين، يبقى ايزيرين وبروستيجمين. طب ازاي توقف الترانسميشن؟
بعقار خدناه اللي هو نيورو ماسكر بلوكر اسمه كوراري. نيورو ماسكر بلوكر اسمه كوراري، فاكر اللي قلنا كان اول انتصار للانسان على الطيور الجارحه والحيوانات الضاريه، حكيت لكم قصته الكوراري في الامازون، حكيت ارجع لمحاضراتي في الاوتونوميك هتلاقي كميه معلومات هائله. يبقى ده البروبرتيز. طيب قال لي طيب انت فهمتنا كويس قوي قوي، ازاي نفتكرها؟ ما انا قلت هنا بنفهم ثم نفهم ثم نفهم، ثلاثة نفهم واربعة نحفظ. الاربعة دول مش موجودين في معظم المحاضرين. انا اقول لك انا احفظهم ازاي بموسيقى الصوت. Unidirectional delay fatigue، تقولهم مع بعض. Unidirectional delay fatigue وان بوز تسكت. Effect of ions, effect of drugs. تاني يا اولاد. Unidirectional delay fatigue. Pause. Effect of ions, effect of drugs. تجيب واحد يزود واحد ينقص. حلوة؟ تاني. قولوا معايا بقى. قول معايا. أنا سامعك كويس قوي. Unidirectional delay fatigue. Pause. نسكت. Ions, effect of ions, effect of drugs. أظن حفظتهم. Unidirectional delay fatigue. Pause. Effect of ions, effect of drugs. Unidirectional from nerve to muscle. Delay. فاكر رقم؟ قوله لي. 0.5 of a millisecond. طب والفتيج قلنا يحصل معه rapid repeated stimuli سببه exhaustion of acetylcholine. الايون تجيب لي ايون بيزود له الكالسيوم وعكسه، انا سمعت مغنيسيوم. طب والدراجز تبقى فاهم نوع الريسبتور، ده لوحده سؤال ام اس كيو. ايه نوع الريسبتور على سكيتر مصر؟ الكوتانيك ريسبتور. يبقى ستيميليتد بالكوتانيك ستيميلانتس. لو الدواء زي الاسيتايلكولين هيشتغل على الريسبتور يبقى ده دايركت اللي هو ميثاكولين، تمس عليه ميثاكولين ده ضايع. لو هيبوظ الكولين استريز يبقى الاستركولين مش هيتكسر، يبقى هو اللي يشتغل. الاستركولين يشتغل يبقى الدراج ما اشتغلش على الريسبتور، الدراج يشتغل على الانزيم، عشان كده يسموه اندايركت. بوظ الانزيم فالاستركولين ما اتكسرش، فالاستركولين هو اللي اشتغل، يبقى اندايركت. طب ومين اشهر نيورو ماسكر بلوكر؟ كوراري. ده اول سؤال في الاربعه المهمين في السكيتر المصري، نيورو ماسكر ترانسميشن. ثلاث نقاط في الاناتومي، نيرف ماسل كليفت. الميكانيزم اوف ترانسميشن خمس نقط. استالكولين از ريليز كروسز بايندز فيعمل اند بلي بوتنشال، وبعدين نجنريت الاكشن بوتنشال، وبعدين نكسر استالكولين عشان اكشن بوتنشال واحد. خمسه. وبعدين البروبرتيز خمسه. يوني دايركشن ديلي فاتيج بوز افكت اوف اينز افكت اوف دراجز. ما عشقت مثل عشق النظام. اهو 5 steps and 5 properties. طيب نيجي بقى احكي لكم حاجه، حكايه حب لطيفه قوي. انا عارف ان انتم بتحبوا قصص الحب وانا هحكي قصه، وانا بحب الحب قوي، هحكي لكم قصه حب جميله جدا. في مرض يا اولاد متعلق بال نيوروماسكولار ترانسميشن اسمه مايثينيا جريفيز. مايو يعني عضلة، الثينيا يعني ضعف. بقول لك أصل الكلمة، إله القوة عند الإغريق كان اسمه ثينين، مش سنين زي جمع سنة سنين بالث ث، ثينين ثينين، فثينين معناها قوة. يبقى آثينيا معناها إيه؟ ضعف. فمايثينيا مايو يعني عضلة، والثينيا يعني ضعف، يبقى ضعف العضلات. جريفز هتلاقوا كثير من الزملاء بيقول خطأ ان جريفز معناها شديد، لا السبيلنج مختلف تماما. هنا جريفز جاء من جرافيد يوترس يعني رحم حامل، لان هذا المرض اكثر شيوعا في الستات، فافتكروا ان الستات بتكرار الحمل تكرار الحمل تكرار الحمل العضلات بتاعتهم بتهن وتضعف. بس ده ثبت انه غلط، المرض ملوش اي علاقه بالحمل، الحمل لا يضعف العضلات، بس لاعتقادهم الخاطئ انه متعلق بالحمل سموا المرض مايثينيا جريفز. يبقى ترمينولوجي وعلمته لكم حتى النهارده فقط معاد في الاناتومي، وتقولوا الناس بتوع الاناتومي الناس بتوع البايوكيمستري هيستولوجي قولوا لنا معنى الكلمه عشان نبقى جامعه ما نبقاش كتاب يا اولاد. مايو عضله، ثنين إله القوة، فآثينيا يبقى ضعف، مفيش قوة، ضعف شديد في العضلات. إنما جريفز مش معناها شديد، جريفز يعني معناها متعلق بالحمل، جرافيد يوترس.
مايلثينيا جريفز. هذا المرض نسبته في الدنيا قليله، بندرسه بس عشان نفهم نيورو ماسكولار جانكشن. نسبته ما عليناش 1 لكل 200,000، يعني كل مليون فيهم 5، يعني في مصرنا العزيزه حوالي 100 مليون، 107 مليون الله اعلم كام، يبقى 5 في كل مليون، يبقى في عندنا 500 مريض بس معظمهم ستات. ايه سبب المرض ده بقى؟ سبب المرض انتي بوديز، ده اوتو اميون ديزيز. اوتو اميون على فكره بيجي لكم كيس المايلثينيا جريفز دي في نص سنه، بيجي لكم كيس، فركزوا معايا فيها كويس قوي كده، عمرك ما هتنساه. سببه اوتو اميون ديزيز، انتي بوديز ضد مين بقى؟ مش ضد الاسيتايلكولين، اجينست، فين الكلمه المهمه؟ اسيتايلكولين ريسبتورز، ادي الانتي بوديز باللون الاحمر، ضد الاسيتايلكولين ريسبتور اللي في الموتوعند بلين. يبقى الجسم بيولد انتي بوديز مش ضد ماده الاسيتايلكولين اللي بتشغل مصر، ضد الريسبتور اللي بيستقبل الاسيتايلكولين. فالانتي بوديز دي بتحطم بعض الريسبتور وتشغل البعض الاخر، فما يقدرش الاسيتايلكولين يشتغل عليها. يعني عارف ينطبق عليها المثل لا منه ولا كفايه شره، يعني حطم بعض الريسبتور، ديستروي سام ريسبتور. طب اوكي، بس في شويه ريسبتور تاني يشتغل عليها الاسيتايلكولين ما سابهاش. الانتي بوديز اوكيوباي الاذر ريسبتورز، يبقى العضله مش هتتحرك، ضعف شديد جدا في العضلات. This disease may be fatal لو خد الريسبيراتوري ماسلز. وانا هقول لك الى اي مدى الضعف، ضعف شديد، برغم ان جريفز مش معناها شديد، لان اعتقدوا خطا انها متعلقه بالحمل، الحمل لا علاقه له بهذا المرض. تخيل انا ممكن اقعد اعمل ايديا كده اي عدد انت عاوزه 100 مره مثلا، يعني اكتر زي ما انت عاوز. انما العيان اللي عندها مايلثينيا جريفز يقول لها اعملي الحركه دي، بعد 3-4 مرات سيفير ماسل ويكنس. لو اصاب الريسبيراتوري ماسلز، الريسبيراتوري ماسلز زي ما بنطقها في مصر، هيحصل اسفكسي، اختناق. طيب الحب بقى يا ولد، ولد في يوروب معيد فارماكولوجي خطب بنت، والبنت دي جالها مايلثينيا جريفز. في نهاية المرض بيبقى الشخص باد ريدن، في اللغة معناها طريح الفراش. يبقى خطب بنت والبنت بقت طريحة الفراش، كان بيحبها جدا. في الاغلب الناس لما يخطب واحدة لسه ما اتجوزش خلاص، هو ماله ايه اللي يربطه بالبنت دي؟ سيبه منها، ده بيخلع عندنا من غير سبب، يعني لأسباب واهية. انما هذا الولد من كتر حبه لهذه البنت فقرر انه ينظر عمره لعلاج هذا المرض. فابتدى يفكر هو المشكلة فين؟ ان الانتي بوديز تغلب على الاسيتايلكولين. فجدت فكره جميله جدا، ما انا لو كترت الاسيتايلكولين، الاسيتايلكولين هيتغلب على الانتي بوديز، اللي هي بمبدا ايه؟ الكثره تغلب الشجاعه. اظن انتوا عرفتوا العلاج. طب ازاي اكثر الاسيتايلكولين؟ ان انا امنع تكسيره، اعمل دواء بيبوظ كولين استريزس، انتي كولين استريزس، انتي كولين استريزس اللي هو نيوستيجمين او بروستيجمين، انتي كولين استريزس يمنع تكسير الاسيتايلكولين، فالاسيتايلكولين يزيد اللي هو باللون الازرق اهو، فيطرد الانتي بوديز. يبقى الدواء بيبوظ الانتي كولين استريزس. هو راسم لك سكينه بتكسر الانزيم اللي بيكسر الاسيتايلكولين، فالاسيتايلكولين يزيد فيطرد الانتي بوديز فالعضله تشتغل. وهو ده كان قصة اختراع النيوستيجمين او البروستيجمين. It was a love story. انا عاوز اعقب على القصة دي حاجتين لطف في الحب. خلينا نفخر، انا احب الحب واحب المعلومات العامة المتعلقة بالحب يا اولاد. انت لو بنت مشلولة تماما، تتصور لو خفت في سنة 2 تبقى حلو خالص. من كتر ما الولد ده كان يعني نيته حسنة، فربنا كلل القصة بتاعته بنجاح منقطع النظير. صور هتشوفوها لما تخرجوا، العيانة تدخل لها في الورد في المستشفى وهي بتاكل، تلاقيها يعني ضعف شديد في كل عضلات، المضغ ضعيف جدا، حط لها حقنة البروستيجمين في ايدها، يعني لسه بتحقنها، لسه الحقنة ما طلعتهاش، تلاقي دبت الحياة في العضلات.
يعني النتيجة فورية، يعني الضعف ده بيزول فوريا بمجرد إعطاء البروستاجمين. شوف العظمة. يبقى ربنا كلل القصة بنجاح رائع، لأن النية كانت حلوة، بدل ما يسيبها نظر نفسه لعلاجها وبالتالي علاج كل الناس اللي عندهم ماثينة جريس على. خد التانية ألطف اللي ما بيقولهاش الزملاء، معرفش ليه. انت ما تدي انتي كولين استريز هيزود الاستايل كولين، ولا استنى مره هلك بايديا تشوف. لما تدي الانتي كولين استريز الاستايل كولين هيزيد، وده هيشغل السكيليتال ماسل ودي حاجه مطلوبه، لكن هيشغل البارا سمباثاتيك ودي حاجه غير مطلوبه. واحنا مش لو شغلنا كل البارا في ان واحد دي حاجه خطيره. يبقى لازم ندي مع البروستاجمين اللي بيزود الاستايل كولين حاجه تمنع الاستايل كولين من يشتغل على البارا سمباثاتيك. باراسيمباثوليتيك اللي هو اتروبين، فلازم الاول تدي العيان اتروبين عشان تقفل البارا، وبعدين تزود استايل كولين، فالاستايل كولين ما يبقاش قصاده فرصه غير انه يشغل سكيتال ماسل، البارا مقفوله. من رائع الخلق والخالق في القصه دي ان الاتروبين كان مكتشف قبل البروستاجمين او النيوستاجمين، فربنا لان نيته حلوه حط له كل عوامل النجاح. شوف العظمة الإلهية، سبحان الله. فعلاج هذا المرض تدي أنتي كولين استريز، ده اللي عاوزينه الزملاء، بس انتوا فاهمين أكتر. قبل الأنتي كولين استريزس لازم أقفل البارا عشان أستايل كولين يزيد، ما يبقاش عنده فرصة يشتغل غير على السكيتر ماسل. اللي لو اشتغل على البارا الجنرايز بارا سيمباثاتيك إفكتس قلنا دي دينجرس، فبنديله أتروبين وبعدين أنتي كولين استريزس. يبقى ما سبب المرض؟ أوتو إميون ديزيز، سببه انتي بوديز. تقولها صح، هتجي لك كيس في 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 المي في الترم امتحان اخر الترم، انتي بوديز ضد الريسبتور بتاع الاستايل كولين. حتى شوف هبتدي بالكلمه المهمه، الريسبتور بتاع الاستايل كولين. وعلاج المرض ندي انتي كولين استريزس. نيوستيجمين او بروستيجمين مفروض مسبوق باتروبين، حفظتها برضو لاجيال ماركه مسجله تملي الزملاء اليوم اللي هم كانوا تلاميذ الامس، ما بقى لهم في كل حته ذكروني بقصص كتيره جميله، واحده منهم دي يقولوا لي انت قلت لنا قصه الماثينيا جريفز، وقلت لنا ان سبب المرض انتي وعلاجه انتي حبي انا، يبقى الاثنين انتي، انتي حبي انا، قصه حب، انتي حبي انا. سبب المرض اوعى تنساها، انتي وعلاجه انتي، سببه انتي بوديز وعلاجه انتي كولين استريزس. يو ويل نيفر فورجيت ات. الطلبه بتقول لي في الامتحان واشكرهم على ذلك، بنبقى سامعين صوتك كأننا ماثينيا جريفز دي اللي هو المرض اللي وراء شاف الدواء بتاع قصة حب كان سببه أنتي، فسببه أنتي بوديز وعلاجه أنتي كولين استريزيس. اقلب الصفحة من فضلك. نيجي بقى أولاد الستركشر اوف ذا ماسل، ستركشر اوف ذا سكيليتال ماسل. موظف بس زي ما نقول، انا بشتغل كل حاجه دلوقتي بس يسعدني ذلك باستفهامه في الاخر. بص بقى يا اولاد، نتفق على حاجتين. مش هيفهم معايا الموليكولار ثيوري اوف كونتراكشن اللي قلنا هاكسلي عملها، هاكسلي قلنا وهوجكن كانوا خدوا جائزه نوبل في 1961 في مين؟ في الاكشن بوتنشال، في التشانلز. هاكسلي لوحده عمل اللي هو السلايدنج ميكانيزم اللي هو بتاع الكونتراكشن. فتعالى بقى ايه، ركز معايا عشان تفهم كويس قوي. الاول هشرح لك الممثلين زي اللي حضر معايا محاضره البلاد، اقول لك مواصفات كل ممثل. دي مش حته لطيفه مفيش ظرف، هتحب الممثلين لما تشوفهم جوه المسرحيه. يبقى اتفقنا، اللي سمعني في البلاد زهق في الاول وانا عمال اشرح الاستراكشر والبليتلتس، لكن لما سمع ازاي البليتلت القصه اللي انا حكيتها ازاي البليتلت بيشتغل، حب الاستراكشر حبها. لما رجع يراجعها قالوا لي انبسطوا جدا. نفس القصة يعني. احنا قلنا المصل في عجالة، السكيليتال المصل بتتكون من فايبرز، دي المصل سيلز. ما قولك مين السيل تبقى عارف في الامس كيو، دي الفايبر الشعرات. وكل شعيرة من شعيرات مايو فايبرلز يعني شعيرات، وكل شعيرة فيها فيلامنتس خيوط. يبقى ده الترتيب، المصل معموله من شعرات، والشعره شعيرات، والشعيره خيوط. ما تجيش اسهل من كده. طيب يوجد
نوعان أساسيان من الخيوط، هما ثلاثة، اللي فيه نوع ثالث اللي هو اسمه أكتينين، سيبك منه ده دلوقتي شوية. احنا عندنا نوعين أساسيين، مايسين وأكتين. الثيك فيلامنتس اسمها مايسنز، ثيك فيلامنتس دي اسمها مايسن، اللي هي بتكون العضلة أساسا اسمها مايسن. حتى افتكر يبقى العضلة أساسا معمولة من البروتين بتاع المصل مايسن. افهم الكلمة جات ازاي، مايوسن اي ان على بروتين بتاع المصل، ده الثيك فيلامنتس. انتر ديجيتيتنج معاه يعني متداخل جواه اهو اللي باللون الاحمر، يبقى المايسن ده باللون الاسود، الثلاثه اللي بالاسود دول. انتر ديجيتيتنج معاه ثين فيلامنتس اهي، ارفع منه ثين، ثين رفيعه، وبتبقى افتح. انا ما رضيتش بس اسيبها باللون الابيض عشان خاطر تقدر تتابعها، انما هي فاتحه خالص مش حمراء، اسمها اكتين. ليه سموها اكتين؟ لان قلت ان كيف احدث انقباض المايسن اللي هو البروتين الكبير بيطلع منه كروس بريدج، كوبر يعبر يروح ماسك الاكتين وشده فالعضله تقصر. يعني مفيش حاجه بتقصر، هو المايسن بيشد الاكتين. يبقى مين يتحرك؟ مش انا، الاكتين. تسموه اكتين اكشن. يبقى البروتين الاساسي مايسن، اللي بيتحرك اللي بيتشد وبيتحرك اسمه اكتين. طيب فانت لو بصيت تحت الميكروسكوب هتلاقي المايسن ده عامل دارك باند، دارك باند يعني غامق، بعين على يمينه هتلاقي الاكتين عامل لايت باند فاتح، وعلى شمال لايت باند. عشان كده قلنا العضله سترايتد، مخططه يعني غامق وحواليها من ناحيتين فاتح، وتتكرر الموزايك ده يتكرر تاني. يبقى مايسن اكتد اند سو اون. طيب نيجي بقى نبص مع بعض. اللي مش هيفهم معايا الكلام ده عمره ما هو فاهم ولا الترمينولوجي اساسا. المحاضره دي مش للطلبه بس، للزملاء صغار السن، خلينا نقولها بالطريقه المهذبه. فالمايسن ده سموه الاي باند، اما الاكتين سموه الاي باند. كعادتي فين الترمينولوجي؟ مش جاي اقرا معاك ده، فهمتكم ليه سموا المايسن مايسن وليه سموا الاكتين اكتين. فنبص مع بعض يا اولاد. فكره كالاتي، المايسن عامل اي باند والاكتين اي باند. الاكتين ده بيلمع في الضوء، ده اللي فاتح، فسموه ايزوتروبيك. اول حرف في ايزوتروبيك هو حرف ايه؟ الاي. يبقى اي دي ستاندز فور ايزوتروبيك. بينما المايسن ما بيلمعش في الضوء، ده غامق. ان ايزوتروبيك، ان يعني لا، ان ايزوتروبيك، عشان كده سموه A band. يبقى المايسن عامل ال A band والأكتين عامل ال I band. ده isotropic وده anisotropic. نيجي بقى، أنا حافظ الأسئلة بتابعها معايا من فضلك. أول سؤال يلخبط، ال I band نوع الفيلامنتس اللي فيها إيه؟ أكتين بس، بينما ال A band ما تغلطش، فيها مايسن وأكتين، مايسن واكتين. ادي اول غلطه، لو ما خدتش بالك مع العبد الله هتغلط فيها في الام اس كيو. يبقى الاي باند كونتينز اكتين اونلي، انما الاي باند مايسن واكتين، مايسن واكتين. في نقطه، في حته في النص، المايسن مش داخل ليه فيها الاكتين، فبيبان لايتر افتح شويه، فسموها الاتش زون. سموها ايه؟ اتش زون. اتش زون اللي هي المنطقه اللي فيها مايسن بس، يبقى في نص الاي باند في اتش زون. اتش زون دي بقى مايسن بس من غير اكتين. طب ليه سموها اتش؟ لان اكتر ناس اشتغلوا على الكلام ده الناس الالمان. فاتش في الالمانيه، بس عذره نطقي سخيف، الناس اللي طبعا عارفه الماني هتتعجب نطقي. اتش يعني هيلر، هيلر يعني برايتر، برايتر ده في الألمانية، فأول حرف في كلمة هيلر معناها برايتر الاتش، فاتش دي من الألمانية ومعناها إنها أفتح. طيب زي ما في نص الاي باند في اتش زون، في نص الاي باند في حاجة اسمها زد لاين ماسك كل الأكتينز مع بعض، ويسموها زد لاين
او زد ديسك او زد بادي. اعرف اي تكست بوك التلاته صح. اللاين هما شكلهم لاين وشكلهم زي الديسك زي القرص وفي نفس الوقت سموهم بادي. اما دي بقى دي اصعب كتير جدا. فدي برضو من كلمة الماني خلاص اسمها زايزن شيبة. ده اذا كان نطقي عارف مناي بنيلة بس استحملوني. زايزن شيبة ومعناها ديسك بتوين الاي باند في الالمانية كده. الكلمة دي لما تقسمها زايزن شيبة اولها حرف ايه زد. المهم سيبك من دي. يبقى حرف الاتش وحرف الزد دول مأخوذين من كلمتين الماليتين. دي هالر يعني لايتر والتانية زايزن شيبة. زايزن شيبة اللي هي زد لاين اللي هو لاين ما بين التو اي باندز. طيب الديستم ما بين تو سكسيسيف زد لاينز المسافة ما بين تو سكسيسيف زد لاينز بيسموها ساركو مير يعني قطعة العضلة. مير يعني قطعة وساركو قلنا يعني فليش يعني عضلة قطعة العضلة. وده بصلي فوق ده سؤال مسكيو ده الفانكشنال او الكونتراكتايل يونت بتاع العضلة. فانكشنال او الكونتراكتايل يونت اللي هو الساركو مير اللي هو ايه الديستم بتوين تو اهم حاجة سكسيسيف زد لاينز تو سكسيسيف زد لاينز او زد ديسك. يبقى تعالى تاني. يبقى العضلة معمولة من نوعين تلات انواع من الفيلامنتس مايسين واكتين وفي اكتينين نقولها بالمرة بقى. الاكتينين ده مش هنجيب سيرته تاني. ده عبارة عن بروتين ماسك الاكتين في الزد لاين اسمه الفا اكتينين. يبقى العضلة فيها تلات انواع مايسين واكتين والفا اكتينين. انسى الالفا اكتينين. يبقى العضلة اساسا عبارة عن ايه مايسين واكتين. الاكتين بيلمع في الضوء فيبقى ايزوتروبيك اي باند والمايسين بيبقى دارك ما بيلمعش بقى انايزوتروبيك يبقى الاي باند. في نص الاي باند في اتش زون في نص الاي باند في زد لاين. دي نقطه مهمه جدا في الام اس كيو. يبقى نقولها تاني بقى. الاي باند معمول جاوب انت معايا بص للرسمه اكتين بس. طب الاي باند بص للرسمه معايا معمول من مايسن واكتين. مايسن بشاور بالليزر واكتين ما تغلطش. طب مين في نص الاي باند في اتش زون دي فيها مايسن بس فيها مايسن بس. وقلنا اتش كلمه الماني معناها افتح. في نص الاي باند في الزد لاين ودي كلمه الماني برضه. المسافه ما بين تو سكسيسيف زد لاينز هو ده وحدة الانقباض ويسموها ساركومير. طيب نكمل بقية التركيب. كل ده بنتعرف على الممثلين. الاكشن بوتنشال اللي كان فاكر عند لما خدنا نيرو ماسكر المصر تنقبض بالكهرباء بالاكشن بوتنشال. This is why كنا حريصين على نقل الاكشن بوتنشال من النيرف للمصر اللي هو النيرو ماسكر ترانسميشن. سؤال لسه واخدينه. وحتى قلنا انه في الموتور اند بليت بيبقى فيه اند بليت بوتنشال بيدي اكشن بوتنشال لما يطلع بره الموتور اند بليت في الادجسنت ايريا يطلع اكشن بوتنشال. هذا الاكشن بوتنشال بيجري على جدار العضله اهو اللي هو الساركو لما يعني جدار العضله لما يعني صفيحه العضله. وبعدين يروح داخل الساركومير عن طريق حاجه اسمها ترانسفيرس تيبيولز تي تيبيول اهي. هذه التي تيبيول في الام اس كيو تعرفي عنها ثلاث معلومات. المعلومة الأولى والأهم إنها موجودة فين؟ عند الجنكشن اوف اي باند مع الاي باند هنا. لأن اللي أشوفه يتذكر في السيركوليشن ما هو الكارديك ماسل برضه سترايتد. التي تي بيول هتبقى عند الزد لاين. يعني هرسمها تحت الزد لاين. إنما في السكيليتال ماسل بص هي الرسمة فين؟ لو ما شفتش معايا الرسومات عمره مش هتجاب ولا سؤال في الامتحان. فالتي تي بيولز عند الجنكشن اوف اي باند ويز اي باند. ده اهم معلومه في الثلاثه. تاني معلومه ان فيها اكسترا سيلر فلويد. تالت معلومه هي الاصعب ان فيها دايهايدروبايريدين ريسبتور بيشتغل كسنسور بيحس ان الكهرباء دخلت العضله. يبقى الدايهايدروبايريدين ريسبتور دي فين؟ في التي تي بيولز وبتشتغل
كالكتريك سنسور. طيب دلوقتي احنا ازاي الانقباض بيحدث؟ بطل مسرحيه الانقباض اسمه الكالسيوم، اللي هو الكالسيوم. الكالسيوم ده عيبه اللي هيعمل انقباض محبوس، محبوس في محبسي حاجه اسمها ساركوبلازميك ريتيكولم، زي الاندوبلازميك ريتيكولم في الخليه بس بتاع المصل. الاندوبلازميك ريتيكولم بتاع المصل ما نسموش اندوبلازميك ريتيكولم، نسموه ساركو بتاع العضله، ساركوبلازميك ريتيكولم او في شكل شبكه ريتيكولم. ده موجود فيه الكالسيوم. عشان الكالسيوم يطلع ويعمل انقباض، البوابات اللي بيطلع منها بوابات بالكهرباء، فعشان كده احتاجنا الاكشن بوتنشال. الكالسيوم ده موجود في الساركوبلازميك ريتيكولم. شوف الساركوبلازميك ريتيكولم دي عامله زي ايه؟ زي اللي بنشيل بيها الاثقال. عارف لما كان عادل امام بيقول لسعيد صالح عصايد غاليه وفي اخرها كوزين وعامل لي بطل؟ اهي كده شكلها كده بالظبط الساركوبلازميك ريتيكولم، عصايد غاليه وفي اخرها تو تيرمينال سيستيرني، يعني انتفاخين في النهايه فيها ماده الكالسيوم. التيرمال سيستيرني دي تعرف لي فيها ثلاث كلمات، فيها الكالسيوم اللي هو بطل مسرحيه الانقباض، وفيها الشانل اللي هيطلع منها الكالسيوم. ده سؤال صعب جدا، اسمه رايانودين ريسبتور شانل، ار ار، رايانودين ريسبتور، يعني هو حساس لدواء اسمه رايانودين، رايانودين ريسبتور، وفي شانل بتطلع الكالسيوم. طب بعد ما يخلص كونتراكشن عاوزين ندخل الكالسيوم تاني عشان نوقف كونتراكشن، هندخله من تركيز اقل لمكان فيه كالسيوم كتير، يبقى كينس جريدنت، يبقى عاوزه طاقه، يبقى فيه كالسيوم اي تي بيس، يبقى التي تي بيولز فيها ثلاث اسئله ام اس كيو، والساركوبلازميك ريتيكولم ثلاث اسئله. تعال نقول بقى التي تي بيولز ثاني. التي تي بيولز ايه اهم سؤال فيهم؟ انه موجود عند الجانكشن اوف اي باند اند اي باند، الاي باند والاي باند موجود عند الجانكشن هنا. ثاني سؤال تافه انه في اكسترا فلويد. ثالث سؤال ما بيجيش كتير، ان في سنسور للكهرباء حساس للداي هيدروبايريدين، فبيسموه داي هيدروبايريدين ريسبتور. يبقى التي تي بيولز موجوده عند الجانكشن اوف اي باند مع الاي باند، فيها اكسترا سير فلويد وفيها السنسور ده. طيب الساركوبلازميك ريتيكولم اللي هي هذا الجزء، الساركوبلازميك ريتيكولم ده بيبقى وضعه كالاتي، في تو تيرمينال سيستيرني، فيهم ثلاث حاجات برضو، فيها الكالسيوم اللي هو بطل مسرحيه الانقباض، فيها الشانل اللي هيطلع منها الكالسيوم عشان يعمل انقباض اللي هي اسمها رايانودين ريسبتور، فيها الشانل. ما تلخبط دول، الغلطه بتعملوها كالاتي: الرايانودين ريسبتور مش في التي تي بيولز، في الساركوبلازميك ريتيكولم، والداي هيدروبيريدين ريسبتور في التي تي بيولز، ما تلخبطهمش، دي حته بتغلطوا فيها. ففي الكالسيوم شانل اللي هي رايانودين ريسبتور شانل، وفي كالسيوم اي تي بيس. ده القصة. لا تنسى ان في اورجانيل تاني اسمه ميتوكوندريا، ده بيدي الطاقة اللازمة للانقباض. انا عشان ما اطولش عليكم هعمل ايه؟ هكمل الاستراكشر في 5 دقايق، وبعدين هديكوا راحة 10 مينتس، وبعدين هعمل المسرحية بتاعت الانقباض في ربع ساعة عشان تفهموها كويس قوي. يبقى هناخد راحة 10 مينتس بعد ما اكمل الاستراكشر ممثلين، ثم ربع ساعة تفهم فيه الكلام ده بقى لما يدخله في المسرحية، تحبه تتمزج منه كويس قوي. تاني يا ولاد، تاني من البداية، المسل عبارة عن فايبرز، شعرات، والفايبر فايبر شعيرات، والشعيرة فيها فيلامنتس. في ثلاث انواع من الفيلامنتس، تجاهل واحد اللي هو الالفا اكتينين اللي هو بيمسك الاكتين في الزد لاين. يبقى احنا نركز على المايسن والاكتين. مايسن ده الثيك فيلامنتس، عشان كده سموه مايو، مايو العضله اساسا مايسن، عشان كده ادوا له اسمه مايو، ده بتاع العضله الاساسي، وده دارك باند. اما الاكتين ده الثين فيلامنتس انتر ديجيتيتنج متداخل معاه، وده اللايت باند. اول سؤال في الام اس كيو، الاي باند فيها اكتين فقط، الاي باند فيها مايسن واكتين، مايسن واكتين، ادي اول سؤال هتغلط فيه. كل باند بيتوسطها حاجه، فالاي باند بيتوسطها الاتش زون اللي فيها مايسن بس، وعشان كده بان افتح قليلا لانها مايسن فقط، لايتر هيلر في الالمانيه. انما الاي باند بيتوسطها الزد لاين اللي هو ماسكهم في بعض،
اللي هي قلنا الكلمة الصعبة في الألمانية ومعناها الباند اللي موجود عند الاي اللي هو قلناها اللي هي عبارة عن ديسك بتوين الاي باندز. ديسك بتوين الاي باندز ده معنى الكلمة قلنا زايزن شيبة في الألمانية. طيب ده سؤال بقى مش كده مهم جدا الساركومير. ايه هو الساركومير؟ الديستان بتوين تو سكسيسيف زد لاينز. ديستان بتوين تو سكسيسيف زد لاين ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو. ساركومير ديستان بتوين تو سكسيسيف زد لاين. طب العمليه دي كلها بتحصل بالكهرباء ليه؟ لان الكهرباء دي اللي بتطلع الكالسيوم. الكالسيوم ده بطل مسرحي هو ده اللي بيعمل الانقباض بس موجود في محبس محبوس في كوزه اهو التيرمينال سيسترني بتاع الساركوبلازميك ريتيكولم. عشان يطلع البوابات بتاعته بتفتح بالكهرباء عشان كده مررنا الاكشن بوتنشال على جدار العضله واقتحم العضله عن طريق التي تي بيولز اللي تعرفت عنها ثلاث نقاط في الام اس كيو موجوده فين. دي اهم نقطه بص معايا على الرسمه موجوده عند الجانكشن اوف اي باند مع الاي باند. ده اصعب سؤال. تاني سؤال ما بيجيش كتير تحتوي اكسترا فلويد. تالت سؤال عندها سنسور رسمه الناحيه دي اللي هو بيحس الكهرباء اسمه داي هيدروبايريدين ريسبتور. طيب لما تدخل الكهرباء بتفتح شانل في التيرمينال سيسترني بتاع الساركوبلازميك ريتيكولم اللي تعرفي عنها ثلاث كلمات محبوس فيها الكالسيوم اللي هو بطل المسرحيه بيخرج في اثناء الانقباض عن طريق الرينودين ريسبتور اللي هو عباره فيه كالسيوم شانل ولما نخلص الانقباض عايزين نعمل ريلاكسيشن ندخله ثاني بواسطه كالسيوم اي تي بيز. ولا تنسى ان محتاجين العمليه دي كلها محتاجه طاقه فالطاقه دي محتاجين لها الادينوزين ترايفوسفيت. وطبعا هم اكتشفوا انه هذا الادينوزين ترايفوسفيت مهم للانقباض ده متاخر خالص في الحكايه دي. طيب تعالى بقى نشوف الممثلين بتفصيلات اكتر شويه. انا هساهم كان نفسي يبقى معايا ناس تملي بقى من النصائح دي ناجحه جدا هنا وهناك مفيش عندي ممثل غير عبد الله فعلى قد ما اقدر هحاول اوريكم القصه وبعدين راح 10 دقائق وبعدين نعمل مسرحيه. بصوا دلوقتي انا همثل البروتين اللي هو اسمه مايسين اللي هو الاساسي بتاع العضله. تعال اتعرف على هذا المايسين. هذا المايسين معمول من 6 بيبتايد تشينز 2 هيفي اللي هم رجليا و4 لايت. يبقى المايسين معمول من 6 بيبتايد تشينز هو عباره عن 300 مولكيولز. سيبك من دي ما بتجيش انما كام تشين كام chain 6 peptide chains 2 heavy و4 light. الاثنين الهيفي عاملين هيليكس لافين على بعض زي الضفيره كده مش هقدر الف رجلي اكتر من كده عاملين هيليكس لافين عاملين اللي هو البادي وبعدين تيل بادي ار الايدين وادي الهيد مش هقدر اشيل الهيد دي. يبقى الهيد دي عباره عن كورتين كده اهي معموله من ايه الهيد دي عشان تبقى عارف جلوبولار يونت معموله من نهايه التيرمينال والاربعه لايت تشينز. يبقى تاني المايسين كام تشين ستة اتنين هيفي تقال اهو الموليكولر ويت بتاعها عالي جدا 10000 مثلا واربعه لايت تشينز يبقى اتنين هيفي واربعه لايت اتنين هيفي لافين على بعض عاملين هيليكس مش هقدر الف نفسي اكتر من كده انا لاففهم على بعض دلوقتي عاملين تيل بادي ارمز وهيد مش هشيل هنا الهيد الهيد معموله من نهايه الاثنين هيفي والاربعه لايت شين. الهيد دي بقى فيها ثلاث حاجات مهمه جدا فيها البايندينج سايتس اللي بيمسك الاكتين ويشده عد معايا بايندينج سايتس فور اكتين دي نمره واحد. طب العمليه دي عشان اشده عاوز طاقه فيها بايندينج سايتس فور ادينوزين ترايفوسفيت والادينوزين ترايفوسفيت عشان يتكسر محتاج ادينوزين اي تي بيز. يبقى ثلاث حاجات موجوده في الهيد البايندينج سايتس اللي هتمسك الاكتين تشده والادينوزين ترايفوسفيت بايندينج سايت والاي تي بيز. طيب انا تخيل قصادي في واحد كان نفسي يبقى قصادي واحد يعني انا اعمل كده وتخيل قصاد اهو في واحد اهو شخص ده الاكتين فانا بعمل ازاي الانقباض بيطلع كروس بريدج من مايسن ناحيه الاكتين ويشده مفيش حاجه بتقصر المايسن بيشد الاكتين. الكروس بريدج ده معمول من ايه؟ من الارم والهيد
الارم والهيد ده الكروس بيتش. ده سؤال في الام اس كيو. قلنا الهيد فيها ثلاث حاجات، فيها البايندينج سايتس اللي بيمسك الاكتين. طب والشد ده عاوز طاقه، يبقى فيها بايندينج سايت الاي تي بي وفيها اي تي بيز عشان يشد الاكتين. الكروس بيتش معمول من ايه؟ من الارم والهيد. مفيش هيد هنا. الارم والهيد اللي هي شكلها زي الجلوب معموله من نهايه الاثنين الهيفي والاربعه اللايت، وفيها ثلاث حاجات تشد الاكتين بالشكل ده. تمام. طيب الـ هنا فيه الارم فيه تو هنجز فليكسبل هنجز، يعني مفصلتين، مفصله ما بين الارم والهيد دي الاهم، ومفصله ما بين الارم والبادي. ما بين يعني مفصله اهي هنا دي ما بين الارم والبادي، ومفصله اهم ما بين الارم والهيد. ده تركيب المايسل. لو ما شفتش العبد لله عمرك ما انت فاهم. تاني هعملها، انا همثل مايسل في المسرحيه دي. كام في 300 مولكيول ما تضغط، ما تنقيش كام الفارق وتركز فيه. خلاص انا بقول لك البيبي في 4-6 chains، اتنين هيفي اهم اربعة لايت، الاتنين هيفي لفين على بعض عاملين ضفيرة، تيل بادي ارم هيد. الهيد في النهايات بتوع الهيفي chains والاربعة لايت chains جلوبيلر زي القرعة. وفي ثلاث حاجات مهمة جدا، حاجة اللي هي اهم حاجة اللي بتمسك الاكتين، اكتين بايندينج سايتس عشان تشده، والحكاية دي عاوزة طاقة، يبقى فيه ATP وفي ATPase. ده بالنسبة للمايسن. نيجي بقى للسيد الأكتين. الأكتين ده ثلاث أجزاء، فيه الأكتين نفسه. الأكتين نفسه ده اللي هو هنا ده عبارة عن تو تشينز لفين على بعض، بس تركيبه سهل جدا. وعنده الحتت حتتين كده اللي هيمسك فيهم ال كروس بيجيس اللي طالع من مايسن للاكتين. احنا قلنا الكروس بيجيس دي معموله منين فاكر؟ من الارم والهيد، ده الكروس بيج. وعندها الارم كان مفصله اتنين، دي الاهم ما بين الارم والهيد، وفي ما بين الارم والبادي. فهنا ده الاكتين، الاكتين عباره عن تو تشينز لفين على بعض، وعندهم السايتس اللي هيمسك فيهم كروس بيجيس ويشدها. تاني حته في الاكتين بقى هي الاهم بقى، يبقى المايسن والاكتين ده هما دول الكونتراكتايل يونت، دول بيعملوا الانقباض. انا همثل دور تاني دلوقتي حتى عشان امثله خليها زي بعض مفيش داعي. كنا يعني ايه عشان ارفع شويه اشيل الجاكيت. المهم همثل دلوقتي دور بقيه الاكتين. في بقى عزول، ثواني اقفل الستاره بس عشان الضوء المنظر جميل، بس مش مهم، خلينا الجلينج بقى عالي شويه. طيب يبقى هيبوظ الدنيا، لا نرفي احسن، انا شغال كله اضاءه وكل حاجه. في حاجه مهمه يا شباب اللي هي بتمنع دلوقتي انا المايسن ده الاكتيف. الاكتين فيه حتتين تانيين بيمنعوا ان المايسن يمسك في الاكتين. جسمي ده اسمه تروبومايسن، يعني التروبونين اللي مواجه للمايسن. في بقى المايسن هنا اللي هو عاوز يمسك الاكتين، بس انا حامي هذا الاكتين، انا حاميه اهو، مخبي البايندينج سايتس فيه عشان ما يمسكوش. فالتروبومايسن ده موجود في الجروف بتاع الاكتين عشان يمنع الدريعه بتاعه المايسن انها تمسك الاكتين وتشده. وبعدين التروبونين ده التروبومايسن سموه تروبومايسن في مواجهة المايسن، ماسك فيه تروبونين. دي أهم حتة، إيد كده تروبونين. التروبونين دي بقى هيمسك فيها الكالسيوم، هيروح شادد التروبومايسن فيكسبوز البايندينج سايتس في الأكتين قصاد المايسن. يبقى هذا الأكتين يا أولاد بيتكون من ثلاث أجزاء. الأكتين اللي هيتشد أهو، مين اللي مخبيه؟ تروبومايسن. تروبونين موجود في مواجهة المايسن فسموه تروبومايسن. عنده دراع، تروبو في اللغة يعني يلف، لأن من هذا الدراع هيتم لف التروبومايسن يجي ورا الأكتين عشان يبين البايندينج سايتس فيطلع كروس بيجيس ويحصل كونتراكشن، فاسمه تروبونين.
يبقى ثلاثة أكتين تروبومايسين اللي هو فلوريكتومايسين وبعدين التروبونين. التروبونين ده أوريدي ثلاث أجزاء. الجزء اللي ماسك هنا يسموه تي عشان ماسك في التروبومايسين. هذا التروبونين، تروبونين عن بروتين بيدور، تروبو يعني يدور، بروتين اللي بيدور. فالتروبونين الحتة اللي ماسكة في التروبومايسين اسمها تي، الحتة اللي ماسكة في الأكتين اسمها آي عشان الأكتين اسمه آي باند في الرسمة، الحتة اللي هيمسكها الكالسيوم اسمها سي. دي أهم حتة، يبقى بتاعت الكالسيوم بحرف السي اسمها سي، اللي ماسكة في الأكتين اسمها آي عشان الأكتين اسمه آي باند، اللي ماسكة في التروبومايسين اسمها تي. هعودهم تاني وبعدين ناخد راحة 10 دقايق ونرجع نعمل مسرحية. You'll never forget it the rest of your life. هتعرفها كويس قوي بإذن الله. طيب نقول تاني، نلخص ال structure. انا عارف انها حته رزله لانك ما شفتش المسرحيه، شوفها بقى وبقول لي رايك فيها في 10 دقائق، هتلاقي كل الكلام ده بقى مفهوم تماما تماما تماما. تعالى نقولها مره اخرى تاني، يلا كاني ما قلتش حاجه بس اقولها بسرعه، يعني ممكن انت حتى لو كنت فهمت يبقى بعد كده تفوت الجزء الطويل ده وتركز في ده. المسل سكيليتال مسل تدرب بتتكون من فايبرز شعرات، والشعرة من شعيرات مايوفايبرز، والشعيرة من فيلامنتس خيوط. في كم نوع من الخيط مهم؟ مايسن واكتين. انسى الالفا اكتينين دي اللي بتثبت الاكتين في الزد لاين، ركز على المايسن والاكتين. المايسين ده الثيك فيلامنتس اللي هو لونه دارك، والاكتين ده اللي هو اللي بالاحمر ده الاسود. الاكتين اللي بالاحمر ده الثين فيلامنتس اللي هو لونه لايت، عشان كده بنقول ستريت المصل. الاكتين متداخل مع المايسين انتر ديجيتيتنج. بص بقى معايا، المايسين عامل الاي باند والاكتين عامل الاي باند، لان ده غامق وده فاتح. قلنا يعني اي ايزوتروبيك يعني فاتح، ان ايزوتروبيك غامق، يبقى ان ايزوتروبيك فاختاروا حرف الاي، يبقى ايزوتروبيك وان ايزوتروبيك اللي ما حدش هيقول لك الاسماء جايه منين، خلاص يبقى يعني اسالهم لحد ما يسمعوني مش هيعرفوا الاسم جاي منين، يبقى اي باند واي باند. نبتدي بقى اول سؤال في الام اس كيو، انا هساله انت تجاوب. الاي باند فيها ايه؟ فيها اكتين فقط، ادي اول سؤال. طب الاي باند تاني سؤال، فيها مايسن واكتين، مايسن واكتين ما نلخبطش، مش الاي اكتين والاي مايسن، الاي اكتين بس. تاني سؤال، اي باند مايسن واكتين. تالت سؤال، في نص المايسن في منطقه ما فيهاش اكتين فافتح قليلا، يسموها الاتش زون، كلمه الماني معناها افتح، لايتر هيلر. كما في نص الاي باند في اتش زون، في نص الاي باند في حاجه اهم بقى اللي هي الزد لاين او زد ديسك او زد بادي. ثلاثة صح، ده في نص اللي هو ماسك الاكت مع بعض. خد بالك بقى السؤال الرابع، الديستن بتوين تو سكسيسيف زد لاينز دي سموها قطعه العضله اللي هي الفانكشنال يونت اوف كونتراكشن، سموها ساركومير، الكلمه من مقطعين، ساركو يعني عضله ومير يعني قطعه، قطعه العضله ده فانكشنال يونت اوف ذا ماسل اللي هو الديستن بتوين تو سكسيسيف زد لاينز. خلاص، مين ماسك الاكتين في الزد لاين؟ الالفا اكتينين، الالفا اكتينين. طيب بعد كده بقى، طب احنا عشان يحصل انقباض بطل مسرحيه هو الكالسيوم، هذا الكالسيوم محبوس في التيرمينال سيسترني بتاعت الساركوبلازميك ريتيكولم. التيرمينال سيسترني دول فيهم ثلاث اسئله بتاعت الساركوبلازميك ريتيكولم اللي هو نوع من الاندوبلازميك ريتيكولم خاص بالعضلات فيسموه ساركو، ساركو يعني بتاع العضله، ساركوبلازميك ريتيكولم، ان هو ده اللي فيه بطل المسرحيه الكالسيوم. اول معلومه، عشان يخرج البوابات لازم بتفتح بالكهرباء، اسمها ايه البوابه تبقى حافظها صم؟ راينودين ريسبتور، فيها تشانل بتخرج الكالسيوم، راينودين ريسبتور. ليه سموها راينودين؟ لانها حساسه للراينودين كعقار. طب الكالسيوم خرج هيعمل كونتراكشن زي ما هنشوف في المسرحيه، طب عايزين نوقف كونتراكشن، يبقى ندخل الكالسيوم، يبقى دي عمليه عاوزه طاقه لان الكالسيوم كتير جوه، فهدخله في حته تركيزه عالي فيها جوه، فمحتاج طاقه، فمحتاج كالسيوم اي تي بيس. يبقى في كالسيوم
هيخرج من الرايودين ريسبتور يدخل بمساعدة الكالسيوم اتيبيز. ادي ثلاث أسئلة. يبقى التيرمال سيستيرمي انتفاخات النهائية في الساركوبلازميك ريتيكولم فيها البطل الكالسيوم وخروجه من الرايودين ريسبتور شانل ودخوله بمساعدة الكالسيوم اتيبيز. طب مين اللي هيفتح دي بقى؟ الاكشن بوتنشال. الاكشن بوتنشال ده جاي عن طريق الساركولما وهيوصل للتيرمينال سيستيرمي عن طريق التي تي بيول. ثلاث أسئلة. التي تي بيول دي فين في الساركومير؟ بص للرسمة، بص معايا عند الجانكشن اوف اي مع اي باند، لانها في الكاردك باسل هننقلها عند الزد. هنا عند الجانكشن اوف اي اند اي باند فيها اكسترا سيلر فلويد وفيها حساس بيقول ان الكهرباء وصلت اسمه داي هيدروبايريدين ريسبتور. داي هيدروبايريدين ريسبتور بيشتغل كسنسو. ولا تنسى ان فيه ميتوكوندريا. طيب ندخل بقى في الموليكولار ليفل بتاع الاناتومي اكتر. هعدهولك تاني، بص معايا. كان نفسي كنا بنعملها 14 واحد في المحاضرة هنا وهناك. يلا انا بمثل لوحدي دلوقتي. انا يا اولاد دلوقتي بمثل دور المايسن. هذا المايسن سيبك ان هو 300 موليكل، ملاش اي قيمة دي، ان هو معمول من 300 موليكل. القيمة انه معمول من 6 تشينز، 2 هيفي اهم و4 لايت. الاثنين الهيفي عاملين هيليكس، يعني طفيرة عاملة تيل بادي ارم هيد. الهيب معمول من ايه؟ بص معايا، نهايات الهيفي والاربع لايت شين، نهايات الهيفي والاربع لايت شين. في كام حاجه الهيد ده بقى مهمه جدا دي؟ في ثلاث حاجات. في البايندينج سايتس اللي هيمسك الاكتين عشان يشده. طب عشان يشد عاوز طاقه، يبقى فيها اي تي بي بايندينج سايت تاني وفيها الاي تي بيز. يبقى البايندينج سايت بتاع الاكتين واي تي بي واي تي بيز، يبقى حافظهم صم في الحتة دي. طيب مين اللي بيشد الاكتين ناحية المايسين؟ كروس بريدج كوبري عابر، معمول من ايه؟ من الارم والهيد. من الارم والهيد، مفيش هيد هنا، ارم وهيد. عنده كم مفصلة؟ اتنين. في الارم مع الهيد مفصلة، دي فليكسة وجميلة قوي دي، ومفصلة تانية بين الارم والبادي، مفيش هيد هنا. ولا سؤال هيعدي منك في الامسكيو بإذن الله. نيجي الاكتين بقى همثله. الاكتين ده ثلاث حتة. في الاكتين الحقيقي اللي هو هيتشد هنا، اللي هو عباره عن هذا الاكتين الحقيقي، هو عباره عن 400 مولكيول. سيبك يعني من ده، كلام ملوش قيمه. وده الباك بون، ده الاساس في الاكتين، الباك بون ده عباره عن تو تشينز عاملين هيليكس لافين على بعض، وفيهم السايتس اللي هيمسك فيها كروس بريدج. يبقى هيليكس ضفيره من اثنين، مضفر اثنين تو تشينز، وفيهم السايتس اللي هيمسك فيهم الكروس بريدجز. مين بيمنع الانقباض؟ في عزول بقى، همثله انا تاني بقى بس العكس، انساني دلوقتي واقف كده، بيمنع المايسن اللي هو انا مثلته دوره انه يمسك الاكتين. اسمه ايه العزول ده؟ حتتين. اللي واقف في مواجهه المايسن اسمه تروبومايسن، ده الحته الكبيره دي، ودراع هنشد منه تروبومايسن اسمه تروبونين. يبقى كان الاكتين تلات اجزاء. اكتين ده الباك بون، ده الاساسي. مين بيحميه من المايسن؟ التروبومايسن اللي في مواجهه المايسن، والدراع اللي هيتشد منه اسمه تروبونين. اهم حاجه الدراع ده، الدراع ده فيه ثلاث اجزاء، يعني ثلاثه اخرهم ثلاثه. شوف الحفظ حلو، اكتين تروبومايسين وتروبونين. التروبونين ده ثلاث اجزاء. اللي ماسك في التروبومايسين اسمه تي، تروبومايسين اولها تي يبقى تي. اللي ماسك في الاكتين، في حته ماسكه في الاكتين اسمها اي، عشان الاكتين اسمه في الرسمه اي. اهم حته اللي هيمسكها الكالسيوم اسمها سي بارت اوف تروبونين، سي بارت اوف تروبونين. ده الاستراكشر كما ينبغي ان يفهم في الجامعات المصريه. احنا بقى اولاد هنا بنزود بقى انت بالكلام ده، ده للزملاء ثلاث حاجات صغيرين. بنقول هنا ان في نص الاتش زون ده في حاجه اسمها ام لاين. طب مين بيحافظ على الاسامبلي، يعني التركيبه الحلوه دي والشكل المنظم ده للمايسين؟ بروتين اسمه تايتن. تايتن بيحافظ على الاسامبلي، يعني اللي هي التركيبه دي بتاعه المايس، اسمه تايتن. ومن المعلومات الطريفه للزملاء اللي بيسمعوني دلوقتي، ده اكبر بروتين اتعرف في الدنيا لحد دلوقتي. ده لارجست، عنده هايست موليكولار ويت بروتين اللي نعرفه، اسمه تايتن، حتى افتكروا من كلمه تايتانيك. طب ومين بيحافظ على الاسامبلي بتاعه الاي باند ده؟ الاكتين. بروتين اخر كبير بس مش اكبر واحد، اسمه
نيبولين. يبقى الداء بتاع المايس اللي بيحافظ عليه اسمه تايتن، اكبر بروتين في الدنيا، واللي بيحافظ على الاسمبلي بتاع الاي بي ان اسمه نيبولين. وفي نص الاتش زون في ام لاين. ده لو حبيت تيجي هنا تمتحن في المعادله هيسالوك في الحاجات دي. التايتن هو اللي بيحافظ على تركيبه المايسن، النيبولين بيحافظ على تركيبه الاي باند في نص الاتش زون في ام لاين. ما لهمش قيمه قوي في المسرحيه. هديكوا راحه 10 دقائق ثم نعود لمده ربع ساعه نقول مسرحيه ونبقى خلصنا على كده النهارده. مش هتعرف تفهم الكلام ده غير لو شفت المسرحيه. انا مش عارف طبعا، انا يا اولاد اول مره بعملها لوحدي، يعني حتى تلاقيني بفكر طب هعملها ازاي لما بيبقى معايا ناس تانية بتبقى اسهل ومتعود عليها. انما باذن الله 10 minutes ونعود باذن الله يا شباب.